السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الوزير المحترم، أخوات المستشارات المحترمات، الإخوة المستشارون المحترمون، عملا بأحكام الفصل 100 من الدستور وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تخصص هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة المستشارين وأجوبة الحكومة عليها. وبداية لابد أن نحمد الله وأن نثني عليه أن نصرنا وثبت أقدامنا فوق أرضية ملاعب قطر، ومكن فريقنا حتى اكتمل به شكرا. تفضلوا بسم الله. يلا بسم الله. النشيد الوطني. من بيت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك، في فمي وفي دم هواك ترى نور ونار، إخوتي ها هي للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا، بشعر الله الوطن الملك. إذن الحمد لله الذي مكن منتخبنا العملاق فاكتمل به عقد وعقد المربع الذهبي لنهائيات كأس العالم. وفي وسط زحام هذه المشاعر الوطنية الصادقة والنبيلة، لا يسع مجلس المستشارين وهو لسان حال الأمة إلا أن يقف وقفة إكبار وإجلال لهذا المنتخب ولهؤلاء الأبطال الأشاوس المجالدين، التي أثبتت التجربة بأنهم من طراز فريد، استطاعوا بدعم من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أن يتجاوزوا كل حجب الترديد والإبهام، وأن يصنعوا النصر تلو النصر والفوز تلو النصر، مجسدين الحلم العربي والإفريقي حقا وصدقا. إذن هذا إنجاز رائع واستثنائي يضاف إلى قائمة الإنجازات الاستثنائية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة والمستنيرة والحكيمة المتبصرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. وحد سعيد للفريق الوطني فيما تبقى من المباريات، نصف النهائي والنهائي بإذن الله تعالى. وإليكم الآن كلمة السيد رئيس المجلس. إذن قبل الشروع في تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال، وبمناسبة الإنجاز الباهر الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائية كأس العالم المقامة حاليا بدولة قطر الشقيقة، بتأهله لدور النصف النهائي وضمان مكانه ضمن المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور والذي سيظل محفورا في ذاكرة الرياضة الوطنية والدولية، يتشرف رئيس مجلس المستشارين أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس أن يتقدم بأحر التهاني لصاحب الجلالة مولانا الملك محمد السادس نصره الله وإياده وأدام عزه وتمكينه، ولكافة أفراد المنتخب الوطني لاعبين وإدارة تقنية ومسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع والإطار الوطني السيد وليد الركراكي. وهي مناسبة كذلك لنشد على أيدي الجماهير المغربية داخل الوطن وفي جميع بقاع العالم التي ما فتئت تضحي بمزيد من الفخر والاعتزاز بالغالي والنفيس لمؤازرة أسود الأطلس وتشجيعهم أينما حلوا، مقدمة بذلك أحسن صورة جعلت منها مثالا عن التزام وتشبع المغاربة نساء ورجالا بمختلف القيم الحضارية وتلاحمهم في رفع التحديات بكل ثقة وعزيمة، بما يعبر عن الكبرياء والروح الوطنية العالية للمغاربة. وفي خضم هذه الأفراح والمسرات التي يصنعها المنتخب الوطني، لا ننسى كذلك المساندة غير المشروطة
لجماهير عريضة من الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة التي تتطلع اليوم إلى أن يسجل المنتخب المغربي مزيدا من صفحات المجد والشموخ في تاريخ كرة القدم لما قدمه ويقدمه من إنجازات ممعنة في التألق والإبهار. ونسأل الله تعالى أن يوفق منتخبنا الوطني في مباراة الحاسمة نصف النهائي اليوم غد، على أمل أن تتحقق أمال الجماهير العربية والإفريقية العريضة في بلوغه نهائي كأس العالم. وقبل الشروع في تناول الأسئلة المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد الأمين ليطلع المجلس على ما جد من واردات ومراسلات. تفضل السيد الأمين المحترم. شكرا السيد رئيس المحترم. السيد رئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، توصل المجلس من مجلس النواب بمشروع قانون تنظيمي رقم 4822 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 0212 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. كما توصلت الرئاسة بمراسلة السيد وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبر من خلالها المجلس أن السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستتولى الإجابة بالنيابة عن الأسئلة الموجهة لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وكذلك بمراسلة من رئيس الفريق الاشتراكي يطلب من خلالها تأجيل سؤال الفريق الموجه لقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول دعم المهنيين بقطاع السيل البحري إلى جلسة لاحقة. وبالنسبة للأسئلة التي توصلت بها الرئاسة من 7 جنبير 2022 إلى تاريخه فهي كالتالي: الأسئلة الشفهية 21 سؤال، الأسئلة الكتابية 4 أسئلة، الأسئلة الكتابية 8 أجوبة، أو عفوا الأجوبة الكتابية 8 أجوبة. شكرا سيد رئيس. شكرا جزيلا السيد أمين الجلسة. ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال الأول الموجه لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وموضوعه تدابير تحرير الطاقة المتوسطة التوتر للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين القدرة التنافسية وإعدادها لضريبات الكربون في عام 2023. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. تفضل السي محمد رضا. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة المستشارون. سائلكم السيد الوزير حول التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها قصد تحرير الطاقات المتوسطة التوتر للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة. شكرا السيد المستشار. كلمة السيدة الوزيرة الإجابة على السؤال. تفضل السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة المستشار المحترمون، وأشكركم السيد المستشار المحترم من فريق الاتحاد العام المقاولات المغرب لطرحكم هذا السؤال لوجد هام وجد جد آني. فالولوجيا الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة سيمكن عموم الشركات بما فيها الشركات الخواص من تحسين الفاتورة الطاقية ديالها، كما سيسمح لهذه الشركات بتوفير منتوجات تستجيب للمعايير التي تصنفها كمنتوجات خضراء لا تطبق عليها ضريبة الكربون المزعم تطبيقها. ففي هذا الإطار عملت الحكومة منذ أكتوبر 2021 على تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا تعليماته السامية خلال جلسة العمل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، من خلال مجموعة من الإجراءات غنذكر منها البعض منها. أولا، تم إصدار بعض النصوص التنظيمية التي طال انتظارها منذ 1/2011 والثاني منذ 2015. فتم إصدار القرار اللي هو مشترك ليمكن الصناعيين والمقاولات من الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك في إطار
القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وبالإضافة إلى الإصدار للقرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي سيمكن من منح تراخيص إدارية لتطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير، وبالتالي سيتم تفعيل هذه فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع ولا سيما في الطاقة الشمسية. فهذا القرارين كان جد مهم أن نصدرهم لتوفير المناخ والإطار ملائمين لتشجيع مستثمري الخواص. قامت الوزارة بمبادرات تشريعية جديدة شملت مشاريع قوانين قيد المصادقة في المؤسسات التشريعية، غنذكر والتي نأمل من مجلسكم الموقر الدعم وتسريع المصادقة عليها. كان المشروع ديال القانون 4019 اللي هو مغير متمم القانون 13-09 ديال الطاقات المتجددة، ومشروع القانون رقم 8221 اللي متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وكما تعلمون احنا نعمل ولأول مرة في التاريخ ديال المغرب على وضع واحد النظام ديال شهادة الأصل للكهرباء اللي هي منتجة انطلاقا من مصادر ديال الطاقات المتجددة، وذلك لتمكين مستهلكين الصناعيين والمقاولات والنسيج مقاولاتي من إثبات مصدر ديال الطاقات التي يستعملونها في سلسلة الإنتاج لديهم، وبالتالي إن شاء الله تفادي أي ضريبة الكربون للمستقبلية. وإضافة إلى ذلك تم مؤخرا توقيع الاتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والمأسر الحشوب تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة من أجل تزويد الصناعة بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة. وكيف ما كتعرفوا كتدفع الاتفاقية إلى توفير واحد الطاقة اللي هي تنافسية. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا على احترام الوقت. الكلمة في إطار التعقيب الفريق المحترم سي محمد رضا، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزيرة، كنشكركم على الجواب ديالكم. كتعتبر الطاقة من بين العوامل الرئيسية في ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من تنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وقد سطر النموذج التنموي الجديد من بين أهدافه جعل المغرب رائدا إقليميا في الطاقة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتحديد تكلفة الطاقة الكهربائية في حدود 0.5 درهم للكيلووات في الساعة بالنسبة للصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة، وذلك بحلول سنة 2035. لذا فقد أصبح من اللازم تسريع إصلاح القطاع والعمل على تحريره التدريجي من خلال دمج الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط في المحيط المحرر وإنشاء هيئة تقنين تضمن مصداقية التكاليف وجودة الفاعلين. بالإضافة إلى ذلك فإننا ندعو إلى تحرير الإمكانات الكاملة للمركزية الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بضخ فائض الطاقة وإعطاء فرص للاستثمار لفائدة أطراف أخرى قادرة على بيع الكهرباء الموجه للاستهلاك الذاتي. السيدة الوزيرة، إن تحرير إمكانات تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع أمر ممكن وبتكاليف معقولة من خلال استراتيجية مناسبة تستند أساسا إلى الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة باعتماد نصيبها في مزيج استهلاك الكهربائي كمؤشر رئيسي من أجل الوصول إلى تعميم شبه كامل للطاقات المتجددة بحلول سنة 2050. توليد الطاقة المتجددة اللامركزية، وضع رافعات تكنولوجية وتسعيرية لتنظيم انتقال إلى الطاقة المتجددة، الرفع من القدرة التخزينية، تشجيع وترتيب أولويات المبادرات والاستثمار الخاص. نرى اليوم أن الشركات المتصلة بشبكات التوتر العالي والتوتر العالي جدا لو التنسيون التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الكهرباء الأخضر المقدم بموجب قانون 13-09، العمل على تعميم هذا الإجراء سيؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات المغربية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة بين هذه الشركات، وبالتالي تقليل بصمتها الكربونية مما يسمح بخفض تكلفة الكهرباء للشركات، تحسين قدرتها التنافسية، زيادة استعمال الطاقات المتجددة بين هذه الشركات، وأيضا تقليل بصمتها الكربونية. بالإضافة إلى ذلك فإن إمكانية الحصول على الطاقة الخضراء ستمكن من جلب المزيد من المستثمرين. تلكم السيدة الوزيرة رؤيتنا في الاتحاد العام مقاولة المغرب من موقعنا كفاعلين في هذا المجال، والتي نأمل منكم أخذها بعين الاعتبار بهدف تخفيض كلفتها الطاقية من جهة، وتعزيز انتقال الطاقي التي انخرطت بلادنا فيه طبقا للتوجيهات الملكية السامية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد المستشار المحترم. نمر الآن إلى السؤال الثاني، موضوعه إنقاذ المصفات المغربية للبترول. سمير، الكلمة لأحد السادة المستشارين مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال. سيدة فاطمة تفضلي. أيوز السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، نسألكن عن الإجراءات المتخذة لإنقاذ مصفات لسمير.
شكرا السيدة المستشارة المحترمة. الكلمة في إطار رد السيدة الوزيرة المحترمة. تفضلي السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات السادة المستشارين المحترمين. فأود في البداية أن أشكر السيدة المستشارة محترمة عن مجموعة كونفدرالية ديمقراطية للشغل على تفضلكم لطرح هذا السؤال حول شركة لاسمير. فكما تعلمون ملف مصفات لاسمير يتسم بالتعقيد الغير المسبوق ونتيجة تراكم لأكثر من 20 سنة للمشاكل وتراكم أكثر من 20 سنة للديون ومشاكل بين المستثمر والدولة المغربية. فالشيء الذي نتج عنه توقف المصفات وإحالة الملف على القضاء وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السنديك وقاضي منتدب، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف. ففيما يخص نشاط التأكرير يجب لابد من التذكير أن المغرب بلد غير منتج للنفط لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية الطاقية، وهذا ما ورد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009. وكما تعلمون نحن في صدد تحيين هذه الاستراتيجية الطاقية. إن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد ذات الطاقة، تم تلبية حاجات السوق الوطنية كلها، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في تزويد هذا العام هو الغاز الطبيعي. وكما تعلمون تم حل المسألة رغم الأزمة العالمية غير مسبوقة في وقت جد وجيز. فملف شركة لاسمير هو ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقل، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة لاسمير ومصالح سكان مدينة المحمدية. فالوزارة كما تعلمون تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة أخذ من عين الاعتبار مصالح هذه الفئات الثلاثة، وسيتم الإعلان على هذه الحلول في الوقت المناسب. كما أود أن أشير إلى التوصية التي وردت في رأي المجلس المنافسة الصادر في 31 غشت 2022، حيث أنه من أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، أوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي. فالوزارة تتفاعل طبعا مع هذه التوصية في إطار شراكتها مع المستثمرين الخواص الذين قد يبدو اهتماما ولو كان ضعيفا بنشاط التكرير بالمغرب. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. الكلمة للمجموعة المحترمة في إطار التعقيب على رد السيدة الوزيرة. السيدة الوزيرة، ملف ديال شركة لاسمير أصبح قضية وطنية وإعادة تشغيل ديالها أصبح مطلب شعبي آني. السيدة الوزيرة، الشعب المغربي اكتوى باللهيب ديال الأسعار واحترق بالارتفاع المهول لأثمنة المحروقات والتي انعكست سلبا على أسعار جميع المواد الأساسية، حيث اتخذت الحكومة موقف متفرج إزاء هذا الوضع المتردي الذي أصبحت تعيشه فئات عريضة من المجتمع المغربي. السيدة الوزيرة، قانون المالية سنة 2023 اللي مررته الأغلبية ديالكم العددية بمجلسي البرلمان بعد أن أعدته بطريقة انفرادية وخارج كل مقاربة تشاركية، لم يأتي بأي جديد وتنكر لشعار الدولة الاجتماعية اللي رفعته هذه الحكومة، ولم يتضمن أي إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع الغير المسبوق لنسب التضخم. كما أن الحكومة رفضت مقترحي قانونين تقدمت بهم مجموعة CDT بمجلس المستشارين. الأول يتعلق بتأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير التي توجد في طور التصفية القضائية إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة لها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية. أما الثاني فيهم تسقيف أسعار المحروقات. سيدة الوزيرة، إن العودة إلى تكرير البترول بمصفات لاسمير بالمحمدية أصبحت مطلب شعبي ووطني وباتت ضرورة أساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي بالمغرب، فهي قادرة على توفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية مع فائض للتصدير من المنتوجات النصف المصنعة، وكذا المساهمة في تخفيض أسعار المحروقات، ما يعني أن ثمن الغازوال غادي ينقص ب4 دراهم على الأقل. لذلك أضحى من غير المستصاغ تلكؤ الحكومة في إيجاد حل كمين بالخروج بشركة سامير من مخاطر الإفلاس
واتخاذ موقف سلبي من مطلب إعادة تشغيل هذه الجوهرة الصناعية للمساهمة في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية والحفاظ على آلاف مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة. السيدة الوزيرة، متى ستتجاوز الحكومة في شخص كنا منطق التصريحات المعبرة عن مجرد نوايا لما تسمونه تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد حلول مناسبة لملف شركة سامير الذي ترى أنه يتسم بتعقيد غير مسبوق، لتتفاعل بشكل إيجابي مع مقترحي القانونين المقدمين من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو على الأقل الإدلاء بتعليل لموقفكم الرافض لهذه المبادرة التشريعية، كما أنه يتعين عليكم فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين المباشرين بوضعية هذه الشركة على أرضية الاقتراحات العملية التي تقدموا بها لأجل إعادة تشغيل المصفات واللي كتوصل ديون الدولة المغربية عليها تقريبا 70%. ملف لاسمير ليس للمزايدة، بل هو ملف أمة ومصير آلاف ديال العمال. بغينا تقولي للمغاربة الحقيقة وتجاوبوهم بكل صراحة على هذا الملف هذا، لأن الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفات تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية. لذا يتعين عليكن السيدة الوزيرة السيدة المستشارة، شكرا انتهى الوقت، شكرا انتهى الوقت. الكلمة السيدة الوزيرة في إطار ما تبقى من الوقت بإيجاز وتركيز. تفضلي السيدة الوزيرة. إيجاز وتركيز، أنا موافقة أنه هذا ملف استثماري ليس له علاقة بالمزايدات، ولا لا يجب أن يستعمل المزايدات السياسية أو لا التقنية. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. نمر إلى السؤال الثالث، موضوعه التدابير المزمع اتخاذها للرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية. الكلمة لحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة تقديم السؤال. تفضل السي خالد. شكرا سيد رئيس. نسألكم السيدة الوزيرة حول التدابير التي اتخذتها وزارتكم للرفع من نسبة الطاقة المتجددة، وشكرا. شكرا سيد مستشار المحترم. الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة، تفضلي. الرفع من الطاقة سؤال ثالث. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة المستشار المحترمون. فأولا أود أن أشكر السيد الرئيس السيد المستشار المحترم من فريق الأصالة والمعاصرة لتفضلكم بطرح السؤال اللي كيمس بالطاقات المتجددة. فكما سبقت الإشارة إليه، الحكومة حريصة على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، حيث تتم مواصلة المجهودات لتعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية بهدف توفير مناخ والإطار الملائم لتشجيع المستثمرين الخواص من خلال إصدار هذ القرارين اللي شرت لهم اللي طال انتظارهما منذ 2011-2015 تقريبا بحال لاسمير، وكذا تسريع إخراج نصوص قانونية قيد المناقشة حاليا في بمجلسي البرلمان. فالوزارة منكبة على تسريع إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير بقدرة إجمالية كتناهز 4.6 جيجاوات، والإشارة تم أيضا الترخيص لمشاريع من الطاقة المتجددة لفائدة المكتب الشريف للفوسفات من أجل إزالة الكربون في مختلف أنشطته الصناعية. وقامت الوزارة بإطلاق برامج ومبادرات لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ستمكن من رفع حصة هذه الطاقات. أولا غنعطي المثال ديال الشروع في إنجاز برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. تم انتقاء 4 ديال الشركات من أجل إنجاز هذه المشاريع ب7 مواقع. اشتغلنا أيضا على إنجاز برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة كما شرت لها من قبل، وكنشتغلوا على العمل على تطوير الطاقة الهيدروجينية نظرا لتوفر المغرب على موارد طاقية متجددة وفيرة وعلى خبرة كبيرة في ميدان الطاقات المتجددة. ونحن على إثر إعداد وبلورة خارطة طريق وطني للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية بما فيها النفايات المنزلية والنفايات الفلاحية والغابوية وكذا المياه العادمة، والقيام بالدراسة ديال تقييم ديال مكامن الطاقة البحرية والشروع في بلورة خارطة الطريق لتطويرها. وأيضا فيه تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، خاصة طبعا طاقات الريحية والشمسية. وتم كما تعلمون الترخيص الأول لأول مشروع والذي يوجد قيد التطوير بمنطقة الدخلة.
فكما شرنا ليه في يومنا الدراسي في هذا الصباح، الإصلاحات التشريعية المؤسساتية والبرامج التي تم إطلاقها انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ستساهم في إعطاء واحد دفعة جديدة أولا لهذا الإطار التشريعي والمؤسساتي، وثانيا لكل مشاريع ذات الطاقات المتجددة من أجل تحقيق هذا الهدف 52% في الكم والكيف بالنسبة للطاقات المتجددة في أفق 2030. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. الكلمة لحد السيد المستشار في إطار التعقيب، تفضل سي خمار السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، سيد وزير المحترم، سيدة السادة المستشار المحترمون، كما تعلمون تعد الطاقة المتجددة طاقات متجددة من أهم القطاعات الاستراتيجية للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتقويته. فالجميع يعلم بأن الاعتماد الحصري على الوقود الأحفوري المستورد من شأنه أن يؤدي إلى إخضاع أي دولة للأهداف اقتصادية وسياسية للدول الموردة. أما الطاقات المتجددة بالنظر إلى تواجدها في ربع أنحاء العالم وليس في مناطق محددة كما هو الحال بالنسبة للوقود الأحفوري، فإن الاعتماد عليها يقلل من الحاجة للوقود ويساهم في محاربة تغيير المناخ. هذا دون أن ننسى أن أهمية المزايا التي يمكن أن تنتج عن الاستثمار في الطاقات المتجددة من قبيل فرص العمل التي قد توفرها بشكل أكبر مقارنة مع قد تحدثه مصادر الطاقات الأخرى. سيدة الوزيرة المحترمة، في إطار تنوع مصادر الطاقة، لا مناص اليوم من المضي قدما في دراسة إمكانيات استعمال الطاقة النووية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر وتقديم جواب علمي واستراتيجي على مشكلة ندرة المياه، حيث يمكن الطاقة النووية زيادة على وليس تعويضا على استعمال الطاقة المتجددة أن تساهم بطريقة فعالة في مجال الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي، وتضمن مجابهة عدد من التحديات التي ستواجهها الأجيال الحالية والمقبلة. سيدة الوزيرة المحترمة، هناك تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، كما أن المملكة المغربية بنية تحتية كما تعلمون بشرية وقانونية بموجب القانون 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي، وهناك أكثر من 50 مستنظمة لتنزيل هذا القانون لتنزيل هذا القانون زيادة على عدد مهم من الأطر المكونة في هذا الميدان. إلى جانب ذلك، فإن استعمال المفاعلات النووية ذات الوحدات الصغيرة والمتوسطة القدرة لها أسعار منافسة وزمن بنائها معقول مقارنة مع محطات الطاقة الأخرى التي تعمل بالوقود الأحفوري كالغاز والنفط، كما أن تكلفة تشغيل المفاعلات النووية ملائمة في المدى المتوسط والطويل من تشغيل محطات الفحم أو الغاز الطبيعي، إذا أخذنا كذلك الاعتبارات بما فيها الاعتبارات المناخية. السيدة الوزيرة المحترمة، لأن كلنا اليقين بأن الحكومة المغربية اتخذت المسار الصحيح بتركيزها على تفعيل مخططات الاستراتيجية التي تنهجها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، من أجل تمكين بلادنا من القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والقليلة الكربون، وتحقيق كذلك المخزون ضروري تصديره نحو الخارج في أفق بلوغ درجات التميز في هذا المجال على المستوى العالمي، وذلك من أجل التموقع في الاقتصاد الخالي أو القليل من الكربون في العقود القادمة، كما جاء توضيح ذلك في بيان الديوان الملكي بشأن جلسة العمل التي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والأفاق الجديدة في هذا المجال، والتي دعا فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة. وشكرا. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيدة الوزيرة، حتى استهلكتكم حقكم كاملا في هذا السؤال، وبالتالي نمر إلى السؤال الرابع وموضوعه الأعمدة الكهربائية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية، تفضل أستاذ سي محمد حلمي. تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الوزير المحترم، الإخوان والأخوات المستشارين والمستشارات المحترمين. ما هي الاستراتيجية المكتب الوطني للكهرباء من أجل صيانة الأعمدة الكهربائية؟ شكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. جواب السيدة الوزيرة المحترمة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة المستشار المحترمون. أولا أريد أن أشكر السيد المستشار المحترم عن فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية على هذا الطرح، هذا السؤال اللي كتعلق بالأعمدة الكهربائية، ولكن هو في طبيعة الحال هو سؤال جوهري، لأنه كيمس بواحد السؤال اللي هو
الشبكة، كيفاش نصينوا الشبكة الكهربائية اللي هو العمود الفقري ديال 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 القطاع الطاقي في المملكة المغربية. فنرجعوا للسبب ديال التلاشي ديال الأعمدة الكهربائية والسقوط ديالها. فهذا كيف ما كتعرفوا كيرجع معظم الأحيان إلى واحد الظروف اللي هي طبيعية مناخية استثنائية، مثلا الفيضانات وانجراف التربة اللي كتعرفها بعض المناطق. هذا من جهة. من جهة أخرى كيرجع إلى تسوس الأعمدة بالمناطق الجبلية بسبب بعض الحشرات كالنمل الأبيض والفطريات. فلتصدي لهذه المشكلة كيعمل المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب على استبدال بطريقة منتظمة هذه الأعمدة اللي هي متساقطة من خلال التدخل ديال الفرق اللي هي متخصصة لإصلاح وتبديل هذه الأعمدة، والقيام بمجموعة من التدابير والإجراءات غنذكر منها. أولا إحصاء الأعمدة الكهربائية اللي متضررة، وثانيا تحسين نوعية الخشب، نوعية الأعمدة الخشبية اللي كتستعمل، من خلال أولا تحديث وتحيين المواصفات التقنية فيما يخص إنتاج الأعمدة الخشبية، ووضع معايير تقنية جديدة خاصة بالتزود بهذه الأعمدة الخشبية مع مسطرة ديال المراقبة ديالها، لأنه في بعض الأحيان تكون الغش. والشروع في استعمال صنف جديدة من الأعمدة اللي هي فولادية، ودراسة استعمال أبراج معدنية من فئة الضغط المنخفض. تم استبدال أكثر من 230 ألف عمود خشبي ما بين 2010 حتى شتنبر 2022، وكانت واحد التكلفة إجمالية كتفوق 400 مليون ديال الدرهم، ورصد واحد المبلغ ديال 276 مليون ديال الدرهم من أجل إنجاز أشغال استبدال الأعمدة المتلاشية وصيانة الشبكة المعنية خلال السنوات ما بين 2022 و2024. وختاما، هو طبعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مستمر في تعبئة إمكانيات المادية والبشرية لتقديم هذه الخدمات اللي كترضي الزبناء، ولكن السؤال الجوهري هو أنه أقل من 15% ديال ميزانية الاستثمار وميزانية السنة ديال المكتب هي تدخل في الشبكة ديال النقل. فخصنا نعود نشوفوا هاد الحصة ديال الاستثمار والصيانة في الميزانية ديال المكتب الوطني للماء والشرب والكهرباء. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب الفريق المحترم السي محمد حلمي، تفضل. شكرا السيدة الوزيرة على ما تقدمت به، في الحقيقة هو في صلب الموضوع، ولكن السيدة الوزيرة، في إحدى حدائق عمومية بأحد المدن المغربية هناك مصرع الطفل ليلة الخميس 3 سبتمبر 2022 بسبب صعقة كهربائية من عمود إنارة عمومية. أريد السيدة الوزيرة أن أتقاسم معكم السيدة الوزيرة هذا الحادث الذي ليس الأول ولن يكون الأخير، لأبرهن لكم إلى أن عدم صيانة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المتواجدة خارج وداخل كل طريق خطرا متزايدا على المرة بمختلف أعمارهم، مما يفرض تنسيقا متزايدا بين المجالس الترابية والوكالة الوطني للكهرباء أو من يقوم مقامها من أجل العمل على تفادي مثل هذه المخاطر بالصيانة الدورية والأولوية. فهنا نتحدث عن سلامة المواطن كأولويات، كما أن الوضعية الخطيرة التي توجد عليها بعض هذه الأعمدة خصوصا في بعض المدن يترك أثر من سؤال، ويتحكم في الجهات المعنية التدخل العاجل والمزيد من التدقيق في حالة مخالفة القانون، وخصوصا نحن نعيش على أخبار الحادث المميت الذي تعرض له المارة في الشارع العام. السيدة الوزيرة ومستعملي الطريق تارة في غياب الصيانة وتارة أخرى من ضعف الجودة، وهنا نتساءل لماذا يتم وضع المحولات الكهربائية أسفل هذه الأعمدة لتكون في متناول الأطفال أو المختلين عقليا. وهذا أتوجه عبركم للمكتب الوطني للكهرباء لأدعوه إلى مزيد من العمل وتفعيل الشراكة مع الجماعة الترابية، وهي المناسبة لأفتح قوس السيدة الوزيرة وأنبه إن بعض الوكالة وكالة المكتب الوطني
للكهرباء ببني مدينة وزان ومدينة شفشاون نموذجا تقوم باستخلاص مساهمة الساكنة في مشاريع تكلفت بها الجماعة الترابية والمجلس الإقليمي. وبتأدية هذا الحال جماعة سيد رضوان حيث وجدت 233 أسرة من ساكنة نفسها ملزمة بأداء 2500 درهم للمكتب الوطني للكهرباء زيادة على تكاليف الربط. المؤكد أن هذا المكتب يعرف استخلاص لمداخل مهمة، لذلك عليه أن يترجمها على أرض الواقع أو يقوم بتدريب شكراً سيد المستشار انتهى الوقت. شكراً جزيلاً سيد الوزيرة. شكراً سيد المستشار محترم. سيد الوزيرة هل من رد على التعقيب حدود بعد ثواني؟ تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. هذا طبعا خبر مأساوي، ولما تكون السلامة ديال المواطنين ممسة وخصوصا إذا كان طفل فهذا طبعا خبر مأساوي جدا. هي طبعا السلامة هذا كيطرح السؤال ديال المسؤولية في مجال التوزيع ديال الكهرباء والإنارة العمومية اللي هو غيتفعل ويتعطى أكثر وأكثر للشركات الجهوية اللي هي تمكن بهذه المسؤولية. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. ونمر إلى السؤال الخامس والأخير في قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. موضوع السؤال استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. تفضل مولاي عبد الرحمن. شكرا السيد الرئيس. راك قلتي السؤال استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن. شكرا السيدة الوزيرة. شكرا. الكلمة للسيدة الوزيرة في إطار الرد. شكرا السيد الرئيس المحترم. وأولا الشكر لسيد المستشار المحترم عن فريق التجمع الوطني للأحرار على طرحه هذا السؤال اللي هو هام اللي كتعلق بالاستراتيجية ديال الحكومة للنهوض بقطاع المعادن اللي هو قطاع أفقي وجد مهم فيما يخص تشاركية معنا مع الجماعات الترابية. فهو هذا الواحد القطاع اللي عنده واحد الدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتنمية الاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. هذا القطاع أكيد تعتبر بما في ذلك الفوسفات من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، وما فيها بس نعطيكم بعض المعطيات بالمساهمة والاستثمارات اللي كانت في هذا القطاع. فالمساهمة في قيمة الصادرات الوطنية عندها 26% في سنة 2021، 86 مليار جنيه درهم. رقم المعاملات كيقارب 100 مليار جنيه درهم في سنة 2021. حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية 41 مليون طن في 2021، 838 مليون طن منها من الفوسفات. والاستثمارات المعدنية كتفوق 13 مليار جنيه درهم في سنة 2021، ولكن 12 مليار جنيه درهم خاصة بالفوسفات. فكنشوف واحد غير التوازن ما بين عدة معادن. البحث عن المعادن عدا الفوسفات كيطلب استثمارات ضخمة وجد مهمة، والملاحظ أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني عدا الفوسفات 1 مليار ديال الدرهم برسم سنة 2021 لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم الثروات ديال باطن الأرض المغربية التي تظل لحد الآن غير مستكشفة بما فيه الكفاية. بناء على هذه المميزات والإكراهات المرتبطة بالاستثمار في قطاع المعادن عدا الفوسفات، فإن الوزارة كتسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن الذي يعتبر مرحلة أولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي. للتذكير احنا نواصل تنزيل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات للنهوض بقطاع المعادن وجعله رافع للتنمية على صعيد الجهوي والمحلي. فكان المصادقة على مشروع ديال المرسوم المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلة توفيقيق الذي سيمكن من عقد أول اجتماع للمجلس الإداري لهذه المركزية ديال الشراء والتنمية لمنطقة المنجمية لتافيلة توفيقيق، والذي لم ينعقد منذ سنة 2016 تهدي زدوا على لصامير، مما سيمكن من تفعيل آلية الحكامة للمركزية والقيام بالمهام المنوطة بها وتفعيل مجموعة من الوصايات.
تحديث وتجويد الإطار القانوني للمناجم، حيث تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون متعلق بتغيير القانون 33-13 لكي يتعلق بالمناجم والنهوض بالقطاع المعدني وإعطاه دينامية جديدة بتحيين المخطط المغربي المغرب المعدني 2021-2030. وشكرا. سيدة الوزيرة، تعقيب الفريق المحترم، كلمة لك مولاي عبد الرحمن، تفضلوا. شكرا سيدة الوزيرة. هذه المعطيات الرقمية اللي قدمتها السيدة الوزيرة هي اللي خلتنا نوضعوا هذا السؤال ونتسألوا شنو هي استراتيجية الحكومة في هذا الإطار، واللي على كل حال هي استراتيجية مهمة كتوازي هذه الأهمية. غير حنا تنقولوا كاين بعض الأمور أساسية خصها المعالجة فيما يتعلق بهذا القطاع. أولا، الأمر الأول هو أنه بلادنا باقي ما مستكشفة بالقدر المعلوم ولا المطلوب. حنا ما كنعرفوش بالحقيقة شنو هما المعادن اللي عندنا، وما كنعرفوش شنو هما الاحتياطات ديالنا في هذه المعادن كما وكيفا. ثانيا، كيبان لي وكيبان لواحد مجموعة ديال المتتبعين بأن أغلبية واحد نسبة كبيرة من المقاولات اللي كتشتغل في هذا الميدان كتشتغل بشكل عشوائي، ويمكننا نقولوا كاع كتنهب الثروات ديال المعدنية ديال بلادنا دون قيمة مضافة، دون صناعة تحويلية، دون تشغيل المطلوب، حيث أن هاد المقاولات تتشتري ولا كتستخرج المعدن خاما وكتصدره خاما. يمكننا كاع نهضروا ونوصفوا هاد العملية هادي باقتصاد الريع، في حين المطلوب هو أنه المقاولات ديالنا خصها اللي كتشتغل في هذا الميدان خصها يكون عندنا استثمار حقيقي، خصها تكون عندنا صناعة تحويلية بحال اللي كاين عند لو سي بي. وفي الحقيقة حنا ما كنطالبوا شيء بأنه هاد المقاولات أنه هذيك الكمية اللي كتستخرجها تحولها بشكل كلي، ولكن على الأقل تحول واحد القدر مهم منها. بحال حنا في بعض الدول بحال مثلا الصين كتفرض أنه 60% في الكمية ديال المعدن المستخرج يتحول والباقي يمكن يتصدر خام. هذا الأمر يمكننا نتداركوه في القانون، يمكننا نتداركوه في دفتر التحملات مع المقاولات. السيدة الوزيرة، أنا نهضر أيضا تحدث أيضا عن ديك المؤسسة العمومية اللي ذكرتوا عليها اللي هي كضيطاف. هذه مؤسسة مهمة جدا اللي كتقوم في تفيلات، تشتغل على تفيلات وعلى فيكيك، واستبشرنا خينا بأنه هذا المجلس الإداري اللي كترأسه غادي ينعقد، ولكن احنا كنطلبوا أيضا أنه هذوك ضرورة تدعيم تعزيز هذه المؤسسة بالموارد البشرية والتقنية اللازمة، وأيضا ضرورة توسيع مجال اختصاصها ليشمل مناطق أخرى حتى نتمكن من محاربة هذاك الاستغلال العشوائي للثروات ديالنا. أخيرا السيدة الوزيرة، احنا من المناسب أيضا الارتقاء بأوضاع الصناع التعدينيين من أجل تقليص هذه المسألة ديال البطالة، وأيضا وهذا هو المهم أيضا هو إشراك الشباب والأبناء المناطق لكي يتوجدوا فيها هذه الشركات ديال الاستغلال. وشكرا. انتهى الوقت سيد رئيس، شكرا جزيلا. إذا نمر الآن إلى السؤالين المواليين الموجهين لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والتي ستتولى الإجابة عنهما مع باقي الأسئلة الموجهة لهذا القطاع بالنيابة مشكورة السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كما أشار إلى ذلك السيد الأمين. السؤالان تجمعهما وحدث الموضوع، لذا سنعرضهما دفعة واحدة، والبداية مع سؤال فريق الأصالة والمعاصرة وموضوعه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التشغيل لمواكبة حركية اليد العاملة المغربية بالخارج. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة، السي الحسن الحسناوي، تفضل. شكرا سيد الرئيس المحترم، نسائدكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التشغيل لمواكبة حركة اليد العاملة المغربية بالخارج. وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. السؤال الثاني في نفس الموضوع لفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية، تفضلوا السي عبد السلام. السيد الرئيس المحترم، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزيرة، سيد الوزير، الأخوات والإخوة، ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواكبة اليد العاملة بالخارج؟ شكرا سيد الرئيس المحترم. كلمة السيدة الوزيرة الإجابة على السؤالين معا، تفضلوا السيدة الوزيرة.
شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة المستشارون المحترمون. أود في البداية أن أشكركم على طرح هذه السؤالين الهامين المتمحورين حول الإجراءات المتخذة لمواكبة حركية اليد العاملة، ويعتبر هذا التطوير ديال التشغيل على المستوى الدولي توجها استراتيجيا لتعزيز قدرات الرأسمال البشري والانفتاح على منافذ إضافية لإدماج الباحثين عن الشغل في الحياة المهنية. وفي هذا الإطار تسهر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج ولإعداد اتفاقيات اليد العاملة وتتبع تطبيقها. فهذه الوزارة تربطها اتفاقيات في مجال اليد العاملة مع مجموعة من الدول الأوروبية والعربية، 12 اتفاقية تهدف كلها بالأساس إلى تنظيم ومواكبة الهجرة المغربية إلى الخارج. كما أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالإضافة إلى خدمتها في تسيير الإدماج المهني على المستوى الوطني تقوم أيضا بالوساطة في مجال التشغيل الدولي، إذ تتكفل بدراسة وتدبير عروض العمل الصادرة من الخارج والبحث عن فرص الشغل لفائدة العمال والأطر المغاربة والمرشحين للهجرة. وفي هذا الصدد تم وضع عرض خدماتي موجه للمشغلين الأجانب وللمغاربة الراغبين في الهجرة من أجل العمل، إلى جانب إحداث آليات ومساطر لتدبير هذه الخدمات، خصوصا كل ما يتعلق بمعالجة عروض الشغل ضمانا لشفافية التدبير وحماية تكافؤ الفرص لدى المرشحين للهجرة. بخصوص الحصيلة في مجال التشغيل على المستوى الدولي برسم سنة 2022 إلى حدود ما تم شهر شتنبر، تم تشغيل ما مجموعه 26627 عامل بالخارج، وتم تكثيف علاقات الشراكة مع عدد من المقاولات الخليجية الرائدة بكل من قطر والإمارات العربية المتحدة التي تعمل سنويا على توظيف كفاءات مغربية متوسطة وعالية التكوين في عدة ميادين اقتصادية. وفي هذا الصدد تم تعيين مستشارين ملحقين بسفارتي المملكة المغربية بكل دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتجلى مهامهما في التنقيب عن فرص الشغل المتاحة بسوقي العمل القطري والإماراتي، وكذا السهر على تتبع العمال والأطر المغاربة الملتحقين بهذا البلدين في إطار عروض العمل التي تتم تلبيتها تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وتم السعي إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع بلدان ذات أسواق شغل واعدة. تم مؤخرا اقتراح مشروع اتفاقية في شأن استخدام العمال والأطر المغاربة بالمملكة العربية السعودية، وتمت إحالتها إلى الجانب السعودي عبر القنوات الدبلوماسية في أفق التفاوض بشأنها وانفتاح على أسواق عمل جديدة من خلال توطيد الشراكة مع السفارة الكندية بالمغرب، نظرا للحاجيات المهمة من الكفاءات التي تعرفها مختلف الأقاليم الكندية في مجالات متعددة. وتم الانفتاح على أقاليم جديدة بإسبانيا في إطار العمل الموسمي في المجال الفلاحي، مع دراسة إمكانية الولوج إلى مجالات أخرى كالنقل البحري والفندقة والأطعمة، وعقد لقاءات مع الاتحاد الفرنسي لمهن الصناعات الفندقية، وكذا مع ممثلين النقابات الفلاحية لثلاث جهات في فرنسا من أجل استقطاب يد عاملة مغربية بالديار الفرنسية، ودراسة إمكانية الاستفادة من فرص الشغل بهولندا معبر عنها من قبل جهات المشغلة سواء منها الموسمية أو القارة أو من خلال مشروع اتفاق مرتقب بين البلدين في مجال تبادل المهنيين الشباب. وتم إعادة عمليات جديدة مع الجانب الألماني في إطار التكوين بالتناوب في مجالات الفندقة والأطعمة والبناء، وانفتاح على سوق الشغل البرتغالي من خلال عقد لقاءات مع ممثلي قطاع الفلاحة والفندقة في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين. فإما فيما يتعلق بمواكبة العمال المغاربة المرشحين للهجرة، فإن الوزارة من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سطرت برنامج للمواكبة يمكن تلخيصه كالآتي: أولا، الدعم اللوجستيكي من أجل إجراء عمليات الانتقاء النهائي للمرشحين بحضور الجهات المشغلة، وإجراء التكوينات التكميلية في المجال التقني واللغوي لفائدة المرشحين المنتقين نهائيا إذا ما رغب المشغل في ذلك، المواكبة الإدارية للمرشحين ومساعدتهم في القيام بكل الإجراءات اللازمة للهجرة، وتنشيط ورشات
إخبارية حول ظروف العيش والعمل بالدول المستقبلة لفائدة العمال المرشحين للهجرة ومواكبة المرشحين أثناء عمليات التسفير بالمعابر الحدودية وتتبع الأفواج المهاجرة وإبقاء اتصال مفتوحا مع المشغلين وتنظيم زيارات ميدانية لبعض الضيعات الفلاحية بالأقاليم الإسبانية المعنية مواكبة عودة العاملات الموسميات إلى أرض الوطن مع انتهاء الموسم الفلاحي ومواكبة بعض العاملات الموسميات لإحداث مشاريع للدخول بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن جنب تسويقي لخدمات التشغيل بالخارج مرتبط بإكراهات مادية وتنافسية قوية من لدى المكاتب الاستخدام الخاصة ومن بعض مصالح التشغيل بالدول التي تعتمد على هجرة اليد العاملة ولا سيما منها الأسيوية. ورغم هذه الصعوبات فإن الوكالة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعمل على ربط شراكات مع عدد من الفاعلين وكذا استكشاف فرص العمل لفائدة الكفاءات المغربية. وتبقى شبكات السفارات المغربية طبعا مفتوحة فمن أجل تقوية موقع المغرب لاستفادة من فرص الشغل المتاحة على الصعيد الدولي. تعمل الوزارة حاليا على بلورة استراتيجية وطنية للحركة المهنية. سيدة الوزيرة انتهى الوقت. معذرة شكرا. في إطار التعقيب على جواب السيدة الوزيرة أعطي الكلمة لفارق الأسر والمعسر السي الحسن تفضل. في البداية بغيت نهنيكم السيدة الوزيرة على جوابكم القيم وفي نفس المناسبة بغيت كذلك التليفون ديالكم السي الحسن لكان ممكن شكرا تفضلوا غير بعدوا على الميكرو شكرا. وأود كذلك من المناسبة أن أشير إلى أن حركيات اليد العاملة المغربية بالخارج تعد آلية مهمة تساعد على توفير مناصب للشغل بالنسبة للعديد من المواطنين والمواطنات. ومن المؤكد كذلك أن وزارة التشغيل في ظل توجيهات الملكية السامية تعمل بكل ما في وسعها لتوفير الظروف المناسبة والملائمة لتمكين هذه الفئة من الحصول على عمل يليق بكرامتها الإنسانية واعتبارها الواجب، سيما ونحن نعلم بأن استثمار المغرب في الرأسمال البشري لم يعد مجرد رقم في معادلة اقتصادية وإنما يعد وبكل يقين خيارا استراتيجيا نروم من ورائه المضي قدما نحو تعزيز المكانة الحضارية التي يستحقها المغاربة في المجتمع الدولي وإبراز القيم المغربية التي نفتخر بها جميعا بالنظر لما تحمله من سمات إنسانية قلما نجد لها نظيرا في مجتمعات أخرى. وبناء عليه السيد الوزير المحترمة فإنه يجب التركيز إلى جانب المجهودات الجبارة والمحمودة التي تقوم بها وزارة التشغيل والحكومة بكل مكوناتها على القيام بما يلزم لمواكبة اليد العاملة المغربية في الخارج لمساعدتها ودعمها لحل المشاكل التي قد تعترضها. ونظرا لضيق الوقت سأذكر منها على سبيل المثال الحصر ما يلي: أولا رضاءة ظروف العمل والمشاكل الكبيرة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. ثانيا انتشار التمييز خاصة ضد العمال المنزليين بعدم اعتبارهم عمال في العديد من القوانين الدولية التي يشتغل فيها عمالنا. ثالثا محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء. رابعا محدودية الحرية النقابية أو انعدامها وعجز العمال المهاجرين عن التفاوض جماعيا. وأخيرا لنا الثقة الكاملة السيدة الوزيرة في وزارة التشغيل وفي الحكومة بكاملها لمعالجة هذه القضايا من أجل الحفاظ على كرامة مواطنينا في الخارج وشكرا. شكرا سي الحسناوي. شكرا احترام الوقت. كلمة الألف فريق استقلال الوحدة والتعادلية تفضلوا سي عبد السلام السيد الرئيس إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزيرة بدوري وباسم الفريق الاستقلالي لابد بأن أنوه بالمجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا الإطار. إن الحكومة الحالية نراها تجتهد لضمان ظروف ملائمة بما يسمى في مدونة التشغيل العمل اللائق في الخارج. احنا كنشوفوا اليوم وكنسمعوا مشكورة السيدة الوزيرة 26600 منصب شغل. هذا خصنا نفتخروا به، سيما وحنا عاد قطعنا
عاد قطعنا واحد الآلام الكبير اللي كان عندنا في كورونا، ولقينا اليد العاملة الأجنبية العمال في الخارج اللي داروا واحد الدعم كبير وكبير جدا لبلدهم المغرب. هذا شيء يثلج الصدر ونفتخر به. غير احنا يا للتوضيح، جاء جوابكم سيدة الوزيرة توضيحا مهما، وهذا هو الهدف من هذا السؤال، لأننا نسمع الكثير عن المعاناة، عن المعاناة الكبيرة التي تطال العاملات خصوصا العاملات في إسبانيا، وما سمعنا شيء لا يشرف المغرب والمغاربة بصفة عامة. اليوم سيدة الوزيرة بفضل المجهودات التي تبذلها حكومتنا وبفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك، نحن منكبون اليوم على تطوير اليد العاملة، على تحسين القدرة ديال اليد العاملة لتصبح يد عاملة مؤهلة، ماشي كيف كنا كنسميوها يد عاملة بأرخص ثمن. هذا المفهوم ما بقاش. اليوم عندنا كفاءات اللي إن شاء الله غادي بقاو نخدمهم في بلادنا إن شاء الله بفضل هذه المشاريع الإنتاجية اللي كاينة واللي احنا منكبين عليها، ولكن حتى في الخارج كنتمنى لا بغينا نجروا أو نديو العمال ديالنا للخارج، ننتابه أيضا المناطق النائية، المناطق النائية باش نختاروا اليد العاملة، سيما وهاد الظروف الجفاف اللي كيعاني منها المغرب، شأننا شأن معظم دول العالم. خصنا نهتموا بالمناطق النائية باش نمتصوا البطالة، اليد العاملة ما أحوزنا إلى شكرا فيها. شكرا السيد رئيس، انتهى الوقت. شكرا للإسهام ديالكم. إذا نمر الآن إلى السؤال الثالث، موضوعه تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل. الكلمة لأحد السادة أعضاء الفريق التجمع الوطني الأحرار لبسط السؤال. أستاذة شيماء تفضلي. صوت ميكرو. سيد الوزير المحترم، ما هي سياستكم المعتمدة في تيسير سبل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل؟ شكرا. شكرا السيدة المستشارة المحترمة، الكلمة السيدة الوزيرة، تفضلوا السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدة المستشارة المحترمة. جوابا على السؤال، أولا غنبدأ بعض المعطيات. عندنا عدد المقاولات الصغيرة جدا كتشكل أقل 93% من مجموع المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. ثانيا، ثلثي منهم أشخاص ذاتيون. ثالثا، حوالي 73% من الوظائف الناشطة. ورابعا، المقاولات المتناهية الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملتها السنوي 3 مليون درهم كتشكل تقريبا من مجموع المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. فأود الإشارة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن نظاما عاما لدعم الاستثمار، كما يتضمن أيضا نظاما محددا لدعم الاستدامة وتنمية المشاريع المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ووعيا بأهمية التمويل في تشجيع المبادرة الفردية وإحداث المقاولات من أجل تيسير سبل ولوج التمويل، تم وضع مجموعة من الآليات التمويلية، نذكر منه برنامج انطلاق الذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للتمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك على شكل آليات تمويل متطورة وملائمة. ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل ولوج التمويل بالنسبة للشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا، وكذا تلك العاملة في القطاع غير المهيكل بالمجالين الحضري والقروي على حد سواء. ولإعطاء دفعة قوية لهذا البرنامج، حرصت الوزارة من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعقد شراكات مع بعض الأبناك من أجل تحسين مرحلة تمويل المشاريع ولتحديد الإطار العام للشراكة بين الأطراف المتعاقدة وشروط الأحكام والمجالات التعاون فيما بينها من أجل تعزيز روح المبادرة وتوفير الدعم اللازم لإنشاء
واستدامة هذه المشاريع ليس صغيرة وتسهيل الوصول إلى التمويل ومواصلة العمل بالبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم تمويل هذه المقاولات الصغيرة جدا والأنشطة المدررة للدخل مع تعزيزها وتجويدها وتعلق الأمر بالخصوص ببرامج مواكبة وتمويل أنشطة المدررة للدخل لفائدة الأشخاص بوضعية إعاقة خلال صندوق التماسك الاجتماعي في حدود 60,000 درهم وتعزيز الإجراءات الجهوية الهادفة إلى دعم التشغيل الذاتي المتخذة في إطار اتفاقيات مع الجهات ودعم البرامج الجهوية لإدماج الاقتصادي للشباب في إطار التعاون الدولي والدور الكبير الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل الأنشطة مدرة للدخل بجميع ربوع المملكة وتم إعداد مشاريع عروض خدمات جديدة لفائدة المقاولات الصغرى منها العرض المتعلق بالاستدامة والتنافسية من هذا النوع من المقاولات وهذا الأخير كيهدف إلى دعم المقاولة الصغيرة جدا التي توفر على إمكانيات نمو واعدة من خلال تقديم دعم مالي لتنفيذ مشروعها الاستثماري وكما تعمل الوزارة بتنسيق مع الوزارة المتدابة المكلفة بالاستثمار على مشروع مرسوم يتضمن عدد من تدابير المواكبة التقنية والتمويلية وتوجد حاليا في طور إعداد حلول للدعم شكراً. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. تعقيب الفريق المحترم، تفضلي السيدة المستشارة المحترمة. الوزيرة المحترمة سيد الرئيس، سيد الوزيرة المحترمة، إن هذا القطاع يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد منوهين بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بما في ذلك تلك التي تروم من خلالها تحسين مناخ الأعمال وخلق انتعاشة اقتصادية في ظل الظرفية الصعبة التي عاشتها بلادنا جراء أزمة كورونا، منوهين بالاتفاقية التي وقعت في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية والتي ستساهم في تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل في إطار تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة ولا سيما في القطاعات الأربعة الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة، كما ستسهل إمكانية حصول مقاولات صغرى والمتوسطة على تمويل مستدام بتحسين قدراتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الإنتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل مع استفادة المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير، كما ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار. السيدة الوزيرة المحترمة، لا شك أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج لفرص التمويل وخاصة القروض البنكية سيشكلان قاعدة أساسية لتنزيل هذا الثالوث لأنه الحل الوحيد لدعم التشغيل في القطاع الخاص والذي يعد أولوية كبيرة لدى عموم المغاربة نظرا لنسب البطالة المرتفعة وخاصة في صفوف الشباب، والتدابير التي اتخذتها الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج المقاولات للتمويل حيث ستشكل فرصة لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل مما سيمكن من تعزيز حظوظ الباحثين عن العمل من شباب ونساء في الاستفادة من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب شغل وقبيل برامج انطلاقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش، على اعتبار أن القطاع التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة لأنها أحد أبرز الإجراءات التي أعلن عنها. سيد الوزير المحترمة، إن فريق تجمع الوطني الأحرار واعي بحجم الإكراهات المرتبطة بالأنشطة المقاولاتية وخاصة في ظل ما يعيشه المغرب من ظرفية صعبة، وإذ نسجل للحكومة اهتماما كبيرا في دعم المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة وسعيها الحديث لضمان ولوج المصادر التمويل ودعم قراراتها. شكرا التنافسية. شكرا السيدة المستشارة، انتهى الوقت، انتهى الوقت. نمر الآن إلى السؤال الرابع، موضوعه الأوضاع المعنوية والمادية المزرية للعاملين بالشركات المناولة والتشغيل المؤقت. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل. نقطة نظام سي نور الدين، تفضل السيد الرئيس. تفضل. شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة، السيد الوزير، في حق أولا تنشكروا كثير السيدة الوزيرة على جسامة تحملها، جسامة عناء باش تجاوب بديلا على طبقا للقانون طبيعة الحال على وزير من الحكومة. ونتفهم كذلك كثيرا غياب السيد الوزير لمهام، أن الغياب تاعه لمهام ما نوطى به، ولأن كما أشرتم إلى ذلك بأن ملف يتعلق بأوضاع المعنوية ومادية جد مزرية للعاملين في شركة المناولة والتشغيل المؤقت، والتي تعدوا بالعشرات الآلاف، بعشرات الآلاف أوضاعهم خاصة. من جهتنا نلتمس من رئاسة الجلسة ومن الإخوان في المكتب أننا نرجعوا لطرح السؤال ديالنا، وهذا ما عنده أي حاجة ضد السيدة الوزيرة. نتفهم ونشكر ونحيي السيدة الوزيرة ونتفهم غياب السيد الوزير، ولكن نظرا لأهمية الملف والمعاناة القوية ديال هذه الفئة نلتمس منكم السيد الرئيس تأجيل طرح هذا السؤال، وشكرا. شكرا السيد الرئيس المحترم. ثم كتعرفوا بأنه الوزراء ينفذون السياسة الحكومية كل داخل القطاع المكلف به، ولكن في إطار شي حاجة سميتها التضامن الحكومي، هذا الفصل 93 من دستور المملكة اسمها تعبيرا إرادة الأمة. المادة الثالثة من الباب الثاني من القانون التنظيمي 065/13 المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها يضيف إلى عبارة التضامن الحكومي عبارة التكامل في المبادرة. والمادة 292 من النظام الداخلي لمجلسنا المقر كما تتيح للوزير إمكانية إنابة زميل أو زميلة، وحسنا يفعلون حتى لا يحرموا المجلس من طرح الأسئلة وبسطها، تتيح أو تخيركم السيد نور الدين في التشبث بالسؤال أو إرجائه إلى جلسة آتية استقبالا، ولن نطبق في حقكم الفقرة الثانية من المادة 290. شكرا جزيلا. إذا نمر إلى السؤال الخامس، موضوعه احترام الحرية النقابية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب لتقديم السؤال. سي عبد اللطيف السيد الرئيس تفضل. السيد الرئيس، عن احترام الحرية النقابية نسائلكم السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم. الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، وحتى هذا سؤال جد مهم نحاولوا نجاوبوا عليه. طبعا أشكركم السيد المستشار المحترم على هذا السؤال، وأود في بداية التأكيد على أن البلاد ديالنا قد اتخذت منذ الاستقلال عدة إشراءات من أجل حماية حق التنظيم وضمان الممارسة الفعلية للحرية النقابية بالقطاعين العام والخاص. فعلى المستوى القانوني كيف ما كتعرفوا تم تكريس مبدأ الحرية النقابية من خلال التصديق على اتفاقية ذات الصلة، من بينها الاتفاقية رقم 98، ونصت مختلف دساتير المملكة على مبدأ التعددية النقابية والأدوار التي تتطلع بها النقابات. وتم وضع أول نص قانوني خاص بالنقابات المهنية من خلال إصدار الظهير 16 يوز 1957، الذي لا زالت أحكامه تسري على القطاع العام. بالنسبة للقطاع الخاص فقد خصص المشرع في هذا الباب عدة مقتضيات في مدونة الشغل، كما أقنت مدونة الشغل عقوبات جذرية عن مخالفة الأحكام المتعلقة بممارسة الحق النقابي، كالتراحم على الغرامة بين 15,000 حتى 30,000 درهم، وهي الغرامة التي تضاعف في حالة العود. ونظرا لأهمية الانتخابات المندوبي الأجراء في تعزيز الديمقراطية التشاركية باعتبارها أيضا محطة أساسية لممارسة الحق النقابي، فقد خصصت لها مدونة الشغل التي على أساسها يتم تحديد النقابات الأكثر تمثيليا على مستوى المؤسسة على الصعيد الوطني، تشكيل وتفعيل مؤسسات تمثيلية داخل المؤسسات الإنتاجية، وكذا المجالس الاستشارية الثلاثية التركيب، مجلس المفاوضة الجماعية والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل واللجنة الثلاثية التركيب مكلفة بتطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولة التشغيل المؤقت، ومجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. فمن أجل حماية الحق النقابي وتعزيز ممارسة الحرية النقابية في القطاع الخاص، عملت هذه الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير العملية. غنذكر منها أولا احترام انتظامية انعقاد اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب باعتبارها فضاء لممارسة الحرية النقابية، والحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مختلف القضايا التي تهم مجالات الشغل والتشغيل تكريسا للمبدأ الثلاثية، والتركيز من خلال زيارات التفتيش على حث المشغلين على احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بحق التنظيم وتوفير شروط ممارسة الحرية النقابية، وحث المشغلين على إحداث وتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء
وتوجيه الملاحظات وتحرير محاضر المخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين هذه المقتضيات، وإصدار دليل حول الحقوق الأساسية في العمل والتي من بينها الحق النقابي وتنظيم دورات تكوينية في هذا الشأن، ووضع برنامج وطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية. وقد حرصنا منذ تحملنا هذه المسؤولية على إرساء قواعد مؤسسة للحوار الاجتماعي، ونحن بصدد مواصلة تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي ديال 30 أبريل 2022 والتي من بينها ورش استكمال تشريعات العمل بجدولة. شكرا سيدة الوزيرة، انتهى الوقت. شكرا انتهى الوقت. الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا السيد الرئيس. سعد اللطيف. السيدة الوزيرة، من خلال مداخلتنا في الجلسة الشهرية لمساءلة السيد رئيس حكومة، تفهمنا موقف الحكومة من عدم الزيادة في الأجور نظرا للظرفية الاقتصادية العالمية، وطالبنا بالزيادة في كرامة الطبقة الشغيلة عن طريق احترام الحريات النقابية، عن طريق وقف الطرد التعسفي، عن طريق الحفاظ على مناصب الشغل. للأسف هناك عدة ملفات لم تتم حل حالتها لحد الآن بل تزايدت. سأبسط أمامكم سيدة الوزيرة بعضا منها، وهو ليس إلا غيضا من فيض. مشكل مستخدمي ومستخدمات شركة فيداسو بجهة فاس، قامت الشركة بطرد 300 مستخدم ومستخدمة بعد أن قضوا 26 سنة في العمل، ووراءها 300 مستخدم ومستخدمة 300 عائلة. فهل هذا في عهد حكومة تنادي وننادي معها بالعدالة الاجتماعية شيء معقول؟ هناك مشكل فندق ميركور بالناظور، تم طرد أعضاء المكتب النقابي وبعده جميع المستخدمين، ولم يتخذ أي إجراء لحد الآن رغم محاولة الصلح التي تمت. هناك شركة نيوريست، طرد الكاتب العام للنقابة وعدم الاعتراف بالمكتب النقابي. هناك معمل بالفيديا بأيت ملول وهو مختص بالمصبرات، وقد تم طرد جميع العاملات فيه وهم نساء، قضينا 10 سنوات دون سبب إلا من أجل انتمائهم النقابي. هناك كذلك فندق الصحراء بأكادير، حيث منع عمال مجموعة فنادق الصحراء من الولوج إلى عملهم، وقد تم تثبيت ذلك في محضر مفوض قضائي، لكن للأسف لا زال هؤلاء العمال عرضة للتهميش وعرضة للبطالة. هناك المجازر البلدية بالدار البيضاء، تم طرد 37 عاملا بسبب انتمائهم النقابي. السيدة الوزيرة، إن طرحنا لهذه الحالات ليس تبخيصا للعمل الحكومي، بل إننا لازلنا على عهدنا ووعدنا للحكومة بأننا ندعمها ونتمن عملها. سيد رئيس، ولكن سيد رئيس، إننا خوفا غير كليمة. تفضل السيد رئيس. مرحبا. إننا خوفا على السلم الاجتماعي نريد طرح هذه المشاكل، وشكرا. شكرا السيد رئيس المحترم. إذن نمر إلى السؤال السادس، موضوعه ملائمة برامج التكوين المهني مع مستجدات سوق الشغل. غير كيبان لي بأن هذا السؤال السادس والسابع تجمعهما وحدة الموضوع من خلال قراءة سريعة للعناوين. واش السيدة الوزيرة تفضلون طرحهم دفعة واحدة إلى ما كانش الفريقين المعنيين عندهم مانع، أو لا ما عندكم مانع يتقدموا دفعة واحدة؟ الإخوان في مجموعة العدالة الاجتماعية وفي الاتحاد العام لمقاولة المغرب ما عندكم مانع؟ إذن السؤال السادس والسابع تجمعهما وحدة الموضوع، ملائمة برامج التكوين المهني مع مستجدات سوق الشغل وآفاق التطوير. غادي نعطي الكلمة لمجموعة العدالة الاجتماعية. تفضل السي سعيد. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة،
كنسألكم عن الإجراءات والتدابير المزمع القيام بها من أجل ملائمة برامج التكوين مع مستجدات سوق الشغل، وهنا أسطر على ملائمة، وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. الآن الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الاتحاد العام مقاولة المغرب تقديم السؤال. السيد محمد رضا تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدة السادة المستشارون، نسألكم حول استراتيجية وزارة لمعالجة مشاكل منظومة التكوين المهني وأفاق تطويرها. شكرا. شكرا السيد المستشار. الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على السؤالين معا في حدود 6 دقائق. تفضلوا السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة المستشارون المحترمون. فالسيدان المستشارين المحترمين أشكركم على هذا السؤال اللي هو هام واللي تفضلتم بطرحه. فأود في بداية التأكيد على أنه من أجل ملائمة عرض التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل، عملت الوزارة على فتح عدة أوراش ترمي إلى تمكين الشباب من المؤهلات والمهارات الضرورية لتسهيل عملية إدماجهم في سوق الشغل وتحسين قابلية تشغيلهم ومساهمتهم في تلبية الحاجيات معبر عنها من طرف مختلف القطاعات الاقتصادية. فيما يخص اليد العاملة المؤهلة والقادرة على رفع من تنافسية المقاولات، وكتمثل التدابير المتخذة لتنزيل هذه الأوراش في أولا مواصلة تنزيل محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني الذي تم تقديمها أمام النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من خلال أولا تأهيل العرض التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على المستوى الوطني وتطويره، تهيئ الشباب لولوج سوق الشغل والاندماج المهني. فقد شرعنا في تنزيل العرض التكويني الجديد الذي تم تحديده بمشاركة مع الوزارات والقطاعات المكونة المعنية وممثلي الجهات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات والجمعيات المهنية ابتداء من الموسم التكويني ديال 2022. 72% من العرض التكويني الموسم الحالي يضم شعوبا جديدة وأخرى تمت إعادة هيكلتها. عندما يفوق 142,700 متدرب يتابعون تكوينهم وفقا لهذا العرض الجديد، أي ما يمثل 43% من مجموع المتدربين. وقد تم في هذا الصدد إلى حدود اليوم إحداث 154 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 142 أخرى تهم مختلف القطاعات. هذا إضافة إلى استفادة 4200 متدرب بالسنة الأولى بمدن المهن والكفاءات الثلاث التي انطلق بها التكوين هذه السنة من برامج تكوينية كلها جديدة. وتم إنجاز أيضا دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية من أجل تحديد هذه الحاجيات القطاعية من الكفاءات وإرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين تتمثل في إنجاز دلائل المهن والحرف ومرجعية المهن والكفاءات. وتم اعتماد سياسة تعاقدية مع المهنيين ترتكز على إحداث مجموعة من المعاهد المتخصصة ببعض القطاعات وتفويض تدبيرها إلى المهنيين، وذلك في إطار اتفاقيات التدبير المفوض. وتعد هذه المعاهد نموذجا لترسيخ التكوين في الوسط المهني وإشراك المهنيين في توجيه وتدبير التكوين المهني وفقا لحاجاتهم من الكفاءات. وقد تم في هذا الإطار إحداث 10 معاهد وتطوير النموذج البيداغوجي من خلال تعزيز المقاربة بالكفاءات في التكوين المهني واعتمادها كاختيار استراتيجي لإعادة الهندسة للتكوين المهني من أجل استجابة لضمان أفضل الحاجيات المقاولات من المؤهلات وإشراكها في تحديد هذه الحاجيات. وتم الرفع أيضا من احترافية المكونين لقصد تحسين جودة أداء هذه الفئة بالخصوص ومنظومة التكوين المهني بشكل عام من خلال إحداث معهد وطني للتكوين المكونين، مراجعة نظام التقييم وامتحانات والإجهاد اعتبارا لأهمية عملية تقييم مكتسبات المتدربين وحتى في حقيقة حتى المدربين، والدور الأساسي الذي تلعبه في تحديد مقدار ما تحقق من الأهداف التكوينية المحددة ضمن برامج التكوين. كما أن الوزارة كتولي واحد الأهمية خاصة لجهوية المبادرات ديال التشغيل والتكوين والمقاولة، حيث سيتم إطلاق برامج مع كل الجهات انطلاقا من الأشهر القليلة المقبلة من أجل توحيد التدخل وفق رؤية محلية وبحكامة جديدة في إطار التعاقد مع الجهات.
وغنرجع للخريطة الطريق اللي قدمها تقدمات بين أيدي يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 4 أبريل 2019. فكانت عملات الوزارة على تنزيل المضامين ديال هاد خريطة الطريق اللي كتمحور على حول خمسة محاور اللي هي مهيكلة، والوزارة كتكمل الاشتغال عليها. فأولا قامت بإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، وانطلق التكوين بثلاثة مدن ابتداء من الموسم التكوين الحالي 2022-2023، وكتهم جهات سوس ماسة والشرق والعيون الساقية الحمراء، وتشكل المدن الثلاث 25% من العرض التكويني الإجمالي. وفي حين ثلاث مدن في طور الانتهاء من أشغال البناء، طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سهل القرنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وستة مدن أخرى في طور الإنجاز، عند درعة تافيلال، تفاتوم مكناس، ومراكش أسفي، والضال البيضاء سطات، وقلميم ودنون، والداخلة ود الذهب. وتم تأهيل وإعادة هيكلة عرض التكوين المهني، حيث تمت مراجعة كل عرض تكويني عبر إداء إعادة نظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني، مع تحيين الشعب التي تتطلب ذلك وحذف بعض الشعب التي لا تتماشى وحاجية المهنيين. وتتضمن هذا العرض التكويني الجديد 335 شعبة تكوينية، 138 هي 41% منها شعبة جديدة، و 147 شعبة محينة، و 51% ديال الشعب تم الاحتفاظ بها. في حين تم حذف 108 ديال الشعب أصبحت متجاوزة أو مكررة ولا ضعف عليها الطلب. فيما يخص مراجعة نظام التقييم والامتحانات ديال الامتحانات، باشرت الوزارة هذا الورش ديال الإصلاح، رفعت من جودة المنظومة ديال التكوين بشكل عام، وأضفت واحد الصبغة ديال المصداقية والشفافية على الدبلومات. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة. دونك في إطار التعقيب أعطي الكلمة لمجموعة العدالة الاجتماعية. السي سعيد تفضلوا. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، عندنا واحد الإحصائيات ديال الآر سي بي اللي كتقول بأن نسبة الساكنة النشيطة كتعدى 65%، وكتقول بأن نسبة البطالة حاليا تعدت 11.4%، وكتقول بأن يعني هاد حملة الشوائد التكوين المهني النسبة ديالهم في الساكنة ديال البيطاليين والعاطين العمل تعدت 26%، وكتقول بأن في صفوفهم هما كاين واحد 20% ديال البطالة. نعطي واحد المثال مبسط، يعني 100 شخص عاطل كنصيبوا فيه 26 حامل لشهادة التكوين المهني، وكنصيبوا في وسطهم نيت كاين واحد 20 شخص. إذا لكم أن تتخيلوا الرقم شحال غادي يكون إلا ضربنا وصلنا 40 مليون نسمة، شنو العدد اللي غادي يكون. من هنا كنستخلصوا بأن عدد العاطلين من هذه الستاتيستيك هذه كنستخلصوا بأن العدد يفوق 60 ألف شخص عاطل عن العمل. العملية الحسابية سهلة، كناخذوا 40 مليون نسمة كنضربوها في 65%، كنضربوها في 11.4%، كنضربوها في 20%، العدد غادي كيتضاعف. العدد يعني ستاتيستيك غاديه انستغراف. علاش؟ لان الملائمه غايبه ما بين برامج التكوين المهني وما بين سوق مستجدات سوق الشغل، لان كذلك داك لو طو دو كرواسونس كل ما نزل، الا نزلنا غير 1% في طو دو كرواسونس نسبه النمو كتنزل منها واحد 300 الف اللي كيتزاد عاطل عن العمل. الا نقصنا ب 2% العدد كيرتفع 60 ألف. لكم أن تتخيلوا السيدة الوزيرة المحترمة أن العدد غيزاد كل عام 12 ألف. إذا حامل شهادة تكوين مهني كل عام غيزاد علينا 12 ألف. إذا شنو هي الإجراءات اللي ممكن تقوموا بها واللي تضعفوا المجهود ديالكم فيها باش ننقصوا من هذا العدد هذا؟ السيدة الوزيرة المحترمة، القطاعات الحساسة هي مثلا الصناعة الاستراتيجية، الصناعة التحويلية، قطاع المياه، الغابات، إلا قلنا صناعة السيارات، صناعة الطائرات، قطاع ديال البناء والأشغال العمومية. هاد القطاعات ولا هاد القطاعات الحساسة كيف ما قلت هي اللي فيها سوق الشغل، يعني الوفرة ديال سوق الشغل، ولكن تأهيل دون المستوى. السيدة الوزيرة المحترمة، كنطالبوا في مجموعة العدالة الاجتماعية بتشجيد وبناء مراكز التكوين بجميع الجهات، وكل جهة عندها الخصوصيات ديالها. مثلا جهة التونات
معروفة بالسياحة الجبلية، معروفة بالقنب الهندي، معروفة بالنباتات العطرية، النباتات الطبية. إذا كان طالبوا كل جهة عندها الخصوصية ديالها يداروا مراكز التكوين والتدريب تكون كتوازى. شكرا سي سعيد، انتهى الوقت. شكرا. إذا دائما في إطار التعقيب أعطي الكلمة للفريق المحترم الاتحاد العام للقانون المغربي السي محمد رضا، تفضل. سيد الرئيس، أشكركم السيد الوزير على جوابكم. لا شك أن ضعف تكوين رأس المال البشري وعدم ملائمته مع احتياجات المقاولات كيشكل إحدى الإكراهات الرئيسية التي يتعين معالجتها لتحقيق النمو والحد من البطالة والفوارق الاجتماعية، بحيث كيعاني التكوين المهني في بلادنا من عديد من الأعطاب والاختلالات البنيوية، نذكر منها على الخصوص نموذج مبني على أسس التراكم وتداخل عدة مقاربات للتكوين، الأمر الذي ينتج عنه ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية بعملية التكوين المهني، غياب التلاؤم بين التكوينات المقدمة مع متطلبات سوق الشغل. وحتى تتمكن منظومة التكوين المهني من لعب دورها كاملا يجب توفير الشروط الضرورية من خلال اعتماد أساليب عصرية في التدبير والتمويل، تثمين التكوين المهني من خلال اقتراح سلسلة من التدابير على غرار نظام التكوين المفوض المعتمد من طرف بعض القطاعات les instituts à gestion délégués، واللي كان ناجح والفعالية ديالو بانت في عدد كبير من القطاعات، إبراز مدى أهمية الاعتماد على المقاولات ومؤهلاتها وإمكانيتها لتطوير هذا القطاع، ومن ثم جعل عرضه يساير السياسات العامة في مجال التشغيل. السيدة الوزيرة المحترمة، لابد من العمل على تعزيز الشراكة مع الوسط الاقتصادي التي تتيح إمكانية حقيقية، حيث تظل غير مستغلة بشكل أمثل رغم انخراط كل الفيدراليات القطاعية في برامج التكوين المهني على جميع المستويات، والتي أسهمت إسهاما حقيقيا في تطور منظومة التكوين المهني. وبذلك فإننا نرى في الاتحاد العام مقاولات المغرب أنه حان الوقت إلى تسجيل انتقال نوعي نحو مرحلة أكثر تقدما في هذا التعاون. وفي هذا الإطار فإن النموذج الإصلاحي المقترح يعطي المقاولة مكانة بارزة في قيادة وسير التكوين وتتبعه وتقييمه من خلال العمل بطريقة منهجية لتطوير العلاقة بين المقاولة ومنظومة التكوين المهني، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد إجراءات تحفيزية تشريعية ومالية ذات صلة بالدعم التقني واللوجستيكي تروم تبوؤ المقاولة المكانة التي تستحقها داخل منظومة التكوين المهني. وفي الأخير فإننا نعبر عن انخراطنا واستعدادنا في الاتحاد العام مقاولة المغرب للتعاون معكم بهدف تطوير التكوين المهني الذي نعول عليه لتوفير الكفاءات الضرورية والتي تحتاجها المقاولة الوطنية لتقوية تنافسياتها واستدامتها، وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. نمر الآن إلى السؤال الثامن والأخير من المحور الثاني، وموضوعه السياسة الحكومية المتبعة في مجال تشغيل الشباب العاطل الحامل للشواهد العليا للفريق الحركي المحترم. الكلمة مولاي عبد الرحمن، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزيرة، السيد الوزير، إخواني المستشارين، أخواتي المستشارات. في ظل عدم قدرة البرامج القطاعية الموجهة للتشغيل على استيعاب آلاف الخريجين سنويا من مؤسسات الجامعية، وفي ظل محدودية العرض العمومي للتوظيف والتشغيل، نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة حول تدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكاليات. شكرا السيد الرئيس المحترم. كلمة السيد الوزيرة، السيدة الوزيرة للرد على السؤال. شكرا السيد الرئيس المحترم، وشكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال. وجوابا على هذا السؤال اللي تفضلتم بطرحه، أود بداية التأكيد على أن الوزارة منكبة على تقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2030 للوقوف على كل الصعوبات وتحديد الخطوط العريضة للسياسة ديال التشغيل، خصوصا السياسة ديال التشغيل ديال الشباب العاطل الحامل للشواهد العليا. فهذه الاستراتيجية الجديدة ترتكز على رؤية شاملة تتناول جميع الجوانب ديال إشكالية ديال التشغيل، بما من بينها إشكالية موضوع سؤالكم. رؤية الاستراتيجية هذه مبنية على أربع مداخل أساسية. المدخل الأول يهم حكامة سوق الشغل والالتقائية بين السياسات العمومية والقطاعات الإنتاجية بشكل منتظم للوقوف على حالة التشغيل ببلادنا
ونحن نشتغل من أجل أن تكون سنة 2023 سنة تفعيل حكامة سوق الشغل لإعطاء الشكل المؤسساتي المطلوب لهذه الحكامة ببوصلة واضحة. المدخل الثاني يتعلق بجهوية مبادرات التشغيل والتكوين والمقاولة، حيث سيتم إطلاق برامج مع كل الجهات انطلاقا من الأشهر القليلة المقبلة، مع العمل على توحيد التدخل وفق رؤية محلية في إطار برامج عملية جهوية بحكامة جديدة على أرض التعاقد مع الجهات فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة، من بينها التشغيل والتكوين ودعم المقاولة الصغرى من أجل بلوغ هدف الإدماج الاقتصادي. المدخل الثالث هو تعبئة الشركات تعبئة الشراكات وإعادة النظر في سلة التمويلات والاستثمار الناجع لجاذبية المغرب للشركاء الدوليين، لا سيما على مستوى القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على مستوى خلق فرص الشغل. والمدخل الرابع والأخير هو ثورة على المستوى ثقافة العمل بكل مكوناتها، من مبادرة خاصة وإدماج جميع الفئات وإشراك مختلف الطاقات في السوق الشغل. فهو تم إرساء هيكلة جديدة لعروض خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش تشغيل الكفاءات عبر المخطط الاستراتيجي تنمية ديال الفترة 2022-2026، على أساس واحد النموذج الأعمال نموذج أعمال اللي هو محسن مع أهداف محددة تهم دمج 715 ألف شخص في سوق الشغل، تحسين قابلية التشغيل ديال 153 ألف مستفيد في مختلف التكوينات، ودعم 37 ألف من قادة المشاريع و 20 ألف مقاولات صغيرة جدا. من جهة أخرى تبذل الحكومة جهودا كبيرة في إطار التقائية البرامج من أجل السهر على إدماج الشباب في المشاريع التنموية من خلال مجموعة من الآليات، أهمها عندك المخططات الفلاحية الجهوية، برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبادرات الدعم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأنشطة أخيراً أنشطة وكالة التنمية الاجتماعية التي تساهم في إنجاز مشاريع وبرامج متعددة. وشكراً لكم. شكراً السيدة الوزيرة المحترمة. الكلمة للمولاي عبد الرحمن في إطار التعقيب، تفضلوا. السيد الرئيس مرة أخرى، السيدة الوزيرة، كنا كنتمنوا أن تبقى تخلي السيدة الوزيرة واحد شوية للتعقيب باش يمكن لنا باش يمكن لها تجاوب على، ولكن ما فيها بس. السيدة الوزيرة كما كتعرفي مغاربة كيمشيو بالنية، الحمد لله قالها السير الكراكي مشينا بالنية والحمد لله غادي بينا مزيان. كنتمناو النية باش مشاو معكم الساكنة والمواطنين المغاربة أنه ما يتخلوش هاد الشباب اللي حاملين الشواهد، على اعتبار أنه مجموعة ديال الإشكالات اللي كنلقاو حاليا هو أنه كيتخرجوا مجموعة ديال الطلبة وكيلقاو الإشكال في أنهم يولجوا سوق الشغل، بالخصوص في المناطق النائية وفي القروية. السيدة الوزيرة إلا كنا البوصلة كانت دائما في واحد المنطقة معروفة ومحدودة وبقينا خليين الجهات والمناطق الأخرى اللي هي بعيدة، فهذا إشكال. كنتمنى أن هذاك التراكمات اللي وقعت مع الحكومات السابقة ما تمشيوش في هذاك الاتجاه، تكون واحد العدالة مجالية لهذه المناطق، سينو غادي نوليو اننا كنديروا تراكمات اخرى ديال المشاكل اخرى لهاد الطلبه اللي كيقراو كيرجعوا للمدن ديالهم والقرى ديالهم، وبالتالي كيوليو كيعيشوا اشكالات كبرى انهم دوزوا سنوات ديال القرايه وديال باش يتخرجوا، وبالتالي كيتصدموا بواحد الواقع مر. السيده الوزيره غادي نمشي لك الوزاره اللي انتم اللي مقيمين عليها، هي غير ديال المعادن. انتوما كتعرفوا الجنوب الشرقي سي لو باغادي دي جيولوج، الا درتو معنا غير مجهودين انتوما كوزاره ديالكم في هذاك المنطقه ديال الجنوب الشرقي من فيكيك حتى لكولميم غادي ما يبقاوش عندنا البطال، ولكن خاص تكون استراتيجيه، خاصكم تكون عندكم تصور لهاد الناس هادو، غادي تحلوا لنا واحد المعضله كبيره جدا. وانتوما ما عارفين لا ريشيس ديال هاد المنطقه هادي بهاد القضيه ديال المعادن، وكتمشي غير كتمشي بريد كتمشي بدون صناع. وبالتالي إلا أنتم السيدة الوزيرة في إطار تضامن ديال الحكومة رجعتوا شوية البوصلة لهاد المناطق، غادي نلقاو حلول لهاد الشباب. غادي نعطيك الآخر، لأن ما بغيناش نبقاو غير نسألكم، بغينا كذلك نقول لكم بأن كاين حلول ولكن خصكم تحلوا العينين ليها. على المنطقة ديال الجنوب الشرقي اللي أنا كنعتز أنني منها، هو أنه المشكل دابا حاليا عندنا ديال السياحة، ها هما لي زوطيل كيسدوا والحكومه اوت ما كايناش،
والاغلبيه ديال العمال كلهم برا، وبالتالي الا ما كانش مجهود فاش اش كتنتظروا؟ اش كننتظروا حنا منكم؟ حتى حنا غادي نهزوا الحويجات ديالنا وغادي نجيو لحداكم لهنا للرباط ولطنجة ولا هاد البلايص فين كتفرقوا هاد الاستثمارات الكبرى، وغادي نبقاو كلنا كنعيشوا في واحد المنطقه بوحده. وبالتالي سيده الوزيره كنتمنى على الاقل على الوزاره اللي انت كتقومي على على ديال المعادن انك تخلقي لنا بعض المناصب ديال الشغل، وانت عارفه كيفاش غادي تخلقيهم، وحنا كذلك عندنا كيفاش نتعاونوا معكم، وكنتمنى اننا الجهه مدات يديها ديال درعه تفيلات. شكرا السيد الرئيس. تدي يديك معنا ونحلوا هذه الاشكاليات ديال الشباب. شكرا السيد الرئيس المحترم، شكرا السيده الوزيره على الردود، وشكرا على الاسهام ديالكم القيم في المحور الاول والثاني من هذه الجلسه. وننتقل الان للسؤال الاول الموجه لقطاع الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات، وموضوعه دعم وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري. الكلمه لحد السيد المستشار فريق التجمع الوطني الحر لتقديم السؤال. سي كمال تفضل. ومرحبا السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، هذا السيد الوزير، السيد الوزيره، اخواني المستشارين. السيد الوزير نسائلكم حول الاجراءات التي تتخذونها لدعم تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري. رد السيد الوزير على السؤال، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والساده المستشارون المحترمون. فاستراتيجيه اليوتيس شكلت منعطف حقيقي في تدبير قطاع ديال الصيد البحري، وتم تحقيق انجازات اقتصاديه واجتماعيه جد هامه ساهمت في ضخ ديناميه جديده على مستوى مختلف الانشطه، وكان لها واحد الوقع جد ايجابي على ثلاثه ديال الابعاد. اولا المحافظه على الثروات البحريه والاستدامه ديالها، التسويق وما يرتبط به من بنيات تحتيه وخدمات، التثمين وتطوير صناعات الصيد البحري والرفع من التنافسية ديالها. ففي مجال تثمين المنتجات البحرية كتوفر بلادنا على واحد النسيج صناعي كيتكون ب 500 وحدة صناعية لتثمين المنتجات البحرية المفرغة بالموانئ الوطنية. وعرف الاستثمار في هذا المجال تطور ملحوظ، حيث انتقل ب 250 مليون ديال الدرهم في سنة 2010 حتى تقريبا مليار ديال الدرهم سنة 2021، أي بواحد المتوسط نمو ديال 13%. ونعمل حالا على تشجيع توسيع وتحسين القدرات الانتاجية لوحدات التثمين عبر أولا ضمان توفير المواد الأولية لهذه الوحدات، العمل على تهيئ الظروف الملائمة لتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على تنويع وخلق منتجات جديدة مبتكرة. فيما يخص مجال تسويق المنتجات الصيد البحري، تم إنجاز عدة برامج ومشاريع، ومن الأبرز ديالها هو أولا بناء 10 ديال الأسواق لبيع السمك بالجملة خارج الموانئ، وكتوفر على جميع التجهيزات الضرورية للسلامة الصحية. إنجاز 11 سوق للسمك من الجيل الجديد للبيع الأولي كتميزتها هي بكل المعايير، تهيئة الأسواق الأخرى لضمان المطابقة ديالها المعايير، رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد المواكبة عملية البيع، تعميم استعمال الصناديق المعيارية الموحدة بجميع الموانئ الصيد، إنجاز العديد من وحدات الإنتاج ديال الثلج بموانئ الصيد وقرى الصيادين، والتعزيز الجاذبية ديال الأسواق السمك بالجملة. نعمل حالا على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، تأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، إعادة هيكلة مهن بيع السمك بالجملة، وكذلك رقمنة عملية البيع عبر إدخال وسائل تكنولوجية حديثة في تدبير البيع بالمزاد بطريقة إلكترونية. إذا في إطار التعقيب، شكرا السيد الوزير. أولا في إطار التعقيب أعطي الكلمة للفريق المحترم، تفضل سي كمال. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على الإجابة ديالكم. فعلا أن القطاع ديال الصيد البحري استفاد كثير من المخطط ديال اليوتيس اللي جابوا حتى ثلاثة ديال المحاور واللي ذكرتوها، هي جد مهمة، اللي هي الاستدامة
واللي فعلا اليوم كاين واحد الحفاظ مباشر على الثروه السمكيه من خلال واحد المجموعه ديال المخططات. فعلا الاداء كذلك اليوم كنتوفروا على واحد الاسطول اللي هو حديث بحيث تم الدعم ديالو من طرف الحكومه ومشكوره وخاصه القطاع ديال الصيد البحري، وكذلك التنافسيه خلق هذا القطاع فعلا واحد المجموعه ديال المعامل كذلك لا ديال التصبير ولا ديال التمويل للمنتوجات السمكيه. اليوم السيد الوزير نطالبكم وحنا متعطشين كذلك باش الاخراج ديال مخطط اليوتيس جوج، وهذا اليوتيس جوج اللي فعلا الافكار ديالكم كنشكركم اللي عبرتوا فيها في واحد العدد ديال الاجتماعات مع المهنيين اللي كتاخذ بعين الاعتبار اولا العنصر البشري اللي هما البحاره اللي كيشتغلوا على ظهر البواخر، وكذلك السلسله اللي هي مهمه وهي التسويق. اليوم فعلا كانت استثمارات جد مهمه، بناء 10 ديال الاسواق ديال الجمله عبر داخل التراب ديال المملكه، هذه استثمارات جد مهمه، هذه بنيه تحتيه ما كانتش من قبل اليوم متواجده. اليوم اللي كنطلبوا السيد الوزير هو تنظيم يعني الدعم، ما كنقصدوا به هو اننا تكون واحد الدراسه خاصه بما يخص التسويق ديال المنتوجات السمكيه، لان ملي غادي نديروا هذه الدراسه اولا غادي يستافد المنتج اللي هو البحر، وكذلك غادي يستافد المستهلك، لان الهدف من خلق هذا العدد كبير ديال الاسواق ديال الجمله كان هو اننا نوفروا السوق يعني الاسماك بثمن اثمنه مناسبه. الحمد لله اليوم هذا التوجه راه في الطريق الصحيح، الا انه خصنا لازم اننا ندعموا بواحد الدراسه اللي هي تكون معمقه باش ما يكونوش واحد كثره ديال المتدخلين في الحلقه ديال التسويق ديال المنتوجات السمكيه. وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. السيد الوزير أرد على التعقيب في إطار ما تبقى من الوقت. شكرا سيد الرئيس. السادة المستشارون المحترمون، فمخطط اليوتيس في الحقيقة احنا رابدين تنزيل بعض المحاور ديالو، هاد هو يعني غادي يركز إن شاء الله في هذه المرحلة على الإنسان يعني كمحور في المعادلة ديال التنمية ديال القطاع، ثانيا التسويق، وثالثا هذا الشيء ديال التثمين، وكذلك تنميه ديال القطاع ديال التربيه. شكرا الحياة. شكرا السيد الوزير، شكرا، انتهى الوقت. اذا نمر الى الاسئله الاربعه المواليه حول الموسم الفلاحي وتجمعه وحده الموضوع، لذا سنعرضها دفعه واحده، والبدايه مع سؤال مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. تفضلي استاذه لبنى. شكرا سيد الرئيس. السيده الوزيره، السيد الوزير، نسألكم عن الإجراءات والتدابير الآنية التي تعتزمون القيام بها لدعم ومواكبة الفلاحين خلال هذا الموسم. شكرا. شكرا السيدة المستشارة المحترمة. السؤال الثاني موضوعه تداعيات، أو عنوانه تداعيات قلة التساقطات المطرية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاشتراكي لتقديم السؤال. تفضل سي عبيد. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. الحمد لله الذي من علينا بنعمة المطر بعد الجفاف الحاد وموسم فلاحي يعد من أسوأ المواسم الفلاحية السابقة في السنوات الأخيرة، لكن سيد الوزير المحترم لا زالت تداعيات الجفاف وآثاره مخيمة على معظم البوادي المغربية كما هو ملاحظ، فماذا أعدت الحكومة للخروج من أزمة قلة البذور وغلاء الأعلاف وغلاء الأسمدة وكل ما له ارتباط بقلة التساقطات، وما هي الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها للحد من مخلفات قلة الأمطار؟ شكرا. شكرا سي عبيد. السؤال الثالث موضوعه التلاعبات التي طالت توزيع الدعم المخصص للفلاحين من حصة الشعير والأعلاف. الكلمة لحد السادة المستشار من فريق الاستقلال الوحدة والتعادل لبسط السؤال. سي خليل تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، السادة المستشار المستشارات. تعرف عملية توزيع الدعم المخصص للفلاحين من حصة الشعير والأعلاف بعد الاختلالات في عدد من المناطق مما يجعل بعض الفلاحين مستائين من هذه العملية. إذا نسألكم سيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لكي تمر هذه العملية في أحسن الظروف؟ شكرا سي خليل. السؤال الرابع عنوانه استعداد الحكومة لاستقبال الموسم الفلاحي الجديد. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الحركي لبسط السؤال. تفضل السي مكاوي. تفضل السي عبد الله. رئيس سيد الوزير، ونحن في بداية الموسم الفلاحي وبلادنا تواجه تداعيات ومؤشرات جفاف حاد عمقها الأزمة المائية، نسائلكم حول التدابير المتخذة لمواكبة الفلاح وتأمين المنتوج بأقل تكلفة. شكرا. الكلمة الآن السيد الوزير للإجابة على الأسئلة. تفضلوا المنصة السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون. فكما كان نعرفوا كلنا فالموسم الفلاحي كيعرف واحد البداية جد صعبة وكان تأخير، ويأتي بعد واحد الموسم منصرم الاستثنائي بكل المقاييس واللي عرف واحد الجفاف اللي مطول.
فزيادة على السياق العالمي اللي كيعرف ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن. والحمد لله على هذا الأمطار الخير الأخيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت تساقطات مطرية عمت عدة مناطق ديال المملكة وما زالت، ونتمنى الله يكمل عليها، والتي بلغت إلى غاية البارحة 90 مليمتر على الصعيد يعني الوطني كمتوسط، وأي بواحد الارتفاع ديال 82% من السنة الماضية، يعني أحسن من السنة الماضية في هذا الوقت، ولكن أقل من سنة عادية بواحد 20%. هذه التساقطات شملت عدد من المناطق الفلاحية مع تباين حسب الأقاليم، وسيكون لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي والأنشطة الفلاحية إن شاء الله، وبالخصوص على وثيرة زرع الزراعات الخريفية، مع العلم أن فترة الزرع غادي تمتد إن شاء الله حتى 15 يناير خصوصا في المناطق الجبلية. تأثير إيجابي على الأشجار المثمرة، الموفورات الكلائية، حقينة السدود ونسبة الملء ومخزون المياه الجوفية، وبلغت حقينة السدود الموجهة للأغراض الفلاحية 3.23 متر مكعب، دخلت تقريبا في هذا من الأول ديال ديسمبر تقريبا 360 مليون ديال متر مكعب اللي دخلت في مختلف السدود ديال المملكة، واحد النسبة ديال الملء ديال 24%. فغير باش نذكر بالتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي، بالنسبة للمدخلات ديال الإنتاج، فالبذور بلغ دعم الدولة للبذور المختارة 380 مليون ديال الدرهم، واللي مكنتنا بتأمين 1,100,000 قنطار من البذور المختارة ديال الحبوب الرئيسية الثلاث، وبلغت المبيعات ديال هذه الحبوب إلى حد إلى البارحة 900,000 قنطار بأثمنة موحدة مدعمة ب 30% من طرف الدولة. بذور الشمندر السكري كذلك لمساحة ديال 50,000 هكتار بدعم ديال 1,280 درهم للهكتار. ما يخص الأسمدة، تزويد السوق الوطنية بحوالي 650,000 طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس مستويات الأثمنة الموسم الفارط. التأمين الفلاحي يعني تأمين ديال 1,200,000 هكتار من الحبوب والقطاني والزراعة الزيتية، أي بواحد الارتفاع ديال 200,000 هكتار إضافية بالنسبة للسنة الماضية، و 50,000 هكتار من الأشجار المثمرة. على مستوى الإنتاج الحيواني، مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية لكل منطقة، وإلى غاية اليوم بلغت كميات الأعلاف المدعمة الموزعة في الشعير 7 مليون ديال القنطار لفائدة 1,400,000 مستفيد. الأعلاف المركبة 2.1 مليون قنطار لفائدة 200,000 مستفيد. مواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق، ودعم خاص لسلسلتي الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على التوازن ديالها. فعملنا نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لتلبية الطلب، دعم استيراد العجلات الأصناف الحلوب والتي يشمل واللي غادي يشمل واحد العدد ديال 120,000 رأس لمدة 24 شهر، دعم إنتاج العجلات من الأصناف الأصيلة محليا ديال 4,000 درهم، يعني مساهمة ديال الدولة اللي هي مباشرة، دعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي عند الأبقار اللي بديناها وغادي نعملوا مع جميع المهنيين، مواصلة دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لصناعة مشتقات الحليب، الإعفاء من الرسوم الضريبية للأعلاف المستوردة، وهذا الشيء هو توجد مهم، يعني التيفيا غادي تحيد 20%، حماية الصحة الحيوانية اللي غادي تكون بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، استيراد العجول الموجهة للذبح المباشر والتسمين. فيما يخص تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية الجيل الأخضر، اللي كما كتعرفوا هذه الاستراتيجية عندها جوج ديال الأسس، الأساس الأول هو الإنسان في الأولوية،
والفلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا ومستدامة وذكية مناخيا لمواجهة التقلبات المناخية كأساس ثاني. البرامج والمشاريع المبرمجة في 2023 كانت محور حول اختيار الأنظمة الفلاحية متأقلمة وناجعة، اعتماد تكنولوجيات التكييف والتأقلم بحال الزرع المباشر، تدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة وتثمين المياه عبر إنتاج أكثر بأقل كمية من الماء، تشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، تأمين التمويل العادي للسوق الوطنية عبر تحسين التنافسية القطاعية، وكذلك تنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية. فيما يخص آليات التحفيز للاستثمار العمومي في القطاع، عندنا صندوق التنمية الفلاحية اللي غادي تخصصلو 4.2 مليار ديال الدرهم، ومنها 3.7 تحفيزات مباشرة للاستثمارات، تشجيع ومواكبة الاستثمار بالقطاع مع إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، مراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج، وتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحة التضامنية، 1.8 مليار ديال الدرهم كميزانية متوقعة لهذه البرامج، مشاريع الري وتهيئة المجال الفلاحي ميزانية ديال 5 مليار ديال الدرهم في 2023. فيما يخص السير الحالي للموسم الفلاحي، توزيع الزراعات الخريفية لحد الآن وصلنا المساحة المزروعة 2.1 مليون هكتار بزراعات الخريفية الكبرى، منها 13% مسقية، ونتمنى الله نوصلوا 3.5 إن شاء الله. تم زرع ديال 20,000 هكتار فيما يخص البذور المختارة لإكتار على واحد المساحة ديال 53,000 هكتار، بلغت المساحة المزروعة في الشمندر السكري 30,000 هكتار، وغرس ديال 1,000 هكتار من القصب السكر. نسبة الخضروات الخريفية وصلنا ل 72,000 هكتار، أي ب 70%، بقات لنا واحد 3 ديال السيمانات باش نكملوا هذا البرنامج. وفيما يخص الإنتاج ديال بعض الأشجار الخريفية، التمور الإنتاج المرتقب هو 110,000 طن، أي بواحد الانخفاض ديال 16% مقارنة بالموسم المنصرم. الزيوت زيت الزيتون 1.1 مليون طن بانخفاض 45% مقارنة مع الموسم المنصرم. الحوامض 1.6 مليون طن بانخفاض 40% بالنسبة للموسم الفارط. بالنسبة للصادرات 116,000 طن من الحوامض بانخفاض 39% مقارنة بالموسم الماضي. ولكن فيما يخص البواكر 425,000 طن للصدرات، أي بواحد زيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم الماضي، ومنها 52% من الطماطين. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. دونك في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة بنفس الترتيب بداية لمستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. تفضل أستاذة لمنى. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون. في البداية نحمد الله تعالى على الأمطار الخير التي عمت بلادنا طيلة الأسبوع الماضي، ونسأل الله عز وجل أن يوفق المنتخب الوطني في مباراة نصف النهائي غدا، ومن هذا المجلس الموقر نقول له سير على بركة الله وحلق في سماء قطر إن شاء الله. لا يفوتني السيد الوزير أن أذكركم بأنه سبق لنا في الاتحاد الوطني أن طالبنا بعقد لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بحضوركم من أجل مناقشة تداعيات الجفاف على الموسم الفلاحي، ولم نتلقى أي رد منكم في ضرب سافر لمقتضيات الفصل الأول من الدستور، الذي وإن كان يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات فإنه ربطه بالتوازن والتعاون. السيد الوزير المحترم، لقد ضل عدد من الفاعلين وضمنهم منتمين لهذه المؤسسة الموقرة يحذرون من السياسة الزراعية المتبعة، والتي تقوم على دعم مزروعات مستنزفة للفرشة المائية
وموجهة للتصدير، لا سيما في بعض المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل زاغورة وورزازات وتنغير وطاطا وغيرها، في الوقت الذي كان ينبغي الزيادة من حجم المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وهي مواد تدخل ضمن الأمن الغذائي، وقد رأينا كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات العالمية من الحبوب. ولذلك ندعو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى ضرورة نهج حوار اجتماعي قطاعي منتج وبناء والاعتناء بالموارد البشرية العاملة في القطاع، تيسير مصادر تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، دعم الفلاح الصغير بشكل مباشر، وتشجيع مقاولة الفلاحية الصغيرة والصغيرة جدا خصوصا في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء الأسعار، أسعار المحروقات والأسمدة والبذور وندرتها، ضمان احتياطي كافي من البذور خصوصا بعد رفض الفلاحين المتعاقدين مع الشركة الوطنية لتسويق البذور سوناكوس تسليمها محاصيل البذور التي أنتجوها هذه السنة بسبب تأخر الشركة في دفع قيمة الحبوب حيث يصل أجل الأداء لشهور، تعبئة الموارد المالية واللازمة لمواصلة دعم صندوق التنمية الفلاحية، مراجعة الأزمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها الشمندر والحليب والحبوب، دعم عوامل الإنتاج على رأسها الطاقة الشمسية خاصة المستعملة منها مستعملة الضخ والأسمدة والمبيدات والبذور، اعتماد سياسة التعاقد بخصوص المنتوجات الفلاحية من أجل ضمان تسويق جيد ومحفز مع قطع الطريق على المضاربين، خلق فضاءات وتجهيزها للتسمين وتسويق المنتوجات الفلاحية داخليا والانفتاح على مزيد من الأسواق الدولية، القيام بأشغال الصيانة اللازمة لشبكات الري والتوزيع الأمثل للثروة المائية مع حمايتها من الضياع باعتبارها أساس التنمية الفلاحية، تجديد القنوات المنشآت الهيدروفلاحية المتهالكة والمتلاشية أو التي فقدت وظيفتها. شكرا السيدة المستشارة، شكرا لكم. إذا نمر الآن دائما في إطار التعقيب للفريق الاشتراكي، السي عبيد تفضل. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدة والسادة المستشارين المحترمون، إلا أنه السيد الوزير مع قلة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع جميع الأثمنة سواء البذور أو الأسمدة أو المواد الكيماوية أو المحروقات، كل هذه العوامل كانت لها انعكاسات سلبية على المردود الفلاحي، فهل وضعتم السيد الوزير آفاق للموسم الفلاحي المقبل؟ فلتعزيز الاستثمار الفلاحي وتشجيع الفلاح الصغير والاشتغال على استراتيجية الجيل الأخضر والتفكير بجدية في إيجاد حلول بديلة للوضعية المائية والمناخية المقلقة التي تجتاح السياسة المائية ودينامية وتنزيل المحكم، فالأمن المائي والاحتياط الاستراتيجي كفيلان بأن يوفر لنا الأمن الغذائي، لأن الفلاحة هي أساس الثروة الوطنية وهي التي تمتص الكثير من اليد العاملة. سيد الوزير، وكما جاء في كلمة سيد رئيس الحكومة بالأمس بأن الحق في الماء أصبح مهددا، فلماذا لا تفكر وزارتكم في وضع حد ومنع جميع المزروعات التي تستنزف الكثير من المياه واستبدالها بالقطاني والحبوب والأغراس المقاومة للجفاف؟ والسؤال الذي يطرحه جميع الفلاحين بعد الجفاف الحاد خلال السنوات الماضية هو، هل ستوفر لنا الوزارة أعلاف بأثمنة معقولة لإنقاذ ما تبقى من القطيع؟ وهل ستخصص لنا دعما فيما يخص المواد الأزوطية التي بلغت أثمنة خيالية؟ وبكل صدق، إذا كانت الأثمنة كالسنة الفارطة حوالي 1300 درهم للقنطار، فمن المستحيل أن يتمكن أي فلاح من استعمالها، الشيء الذي سيؤثر على المنتوج وسيكون ضعيفا. فهل ستتدخل الوزارة لإعادة جدولة الديون للفلاحين؟ نعم، بتوجيهة ملكية سامية خصصت الدولة حوالي 10 مليارات درهم للتمويل والمساعدة الفلاحين، ولكن وباستثناء أداء المؤمنين على القطاع الفلاحي في الوقت المناسب ودون تأخر، لم يلمس ولم يشعر جل الفلاحين بأية مواكبة، خصوصا في المناطق المنكوبة كعبدة وحمر، وهذه مناسبة لكي نطلب منكم السيد الوزير التنقل لمنطقة عبدة وإعطائها عناية خاصة، لأنها تتوفر على أراضي خصبة ولا ينقصها إلى الاهتمام من طرف وزارتكم. فيما يخص السيد الوزير الزرع المباشر، هناك نقص حاد في الآلات المخصصة لهذا الغرض، فلا بد من تعميم هذه الآليات، وشكرا لكم. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة الآن في إطار التعقيب للفريق الاستقلالي، سي خليل تفضل. شكرا سيد الرئيس. في البداية قبل ما نبدأ التعليق ديالي السيد الوزير المحترم، بغيت فتح قوس واحد الملاحظة على
الجواب ديال السيد الوزير على التساؤل في اطار المداخله اللي عطى المقيم ورطبه كبيره، شفتوا ما اهملت السيد الوزير قطاع كبير من قطاع الكسب وهو اللي كيفتح باب للمعاش لفئه عريضه في الاقاليم الجنوبيه، قطاع الابل، شفتك ما تكلمت عليه السيد الوزير. من الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية يحيي عاليا التدخل الملكي في هذا المجال وإعطاء صاحب الجلالة عزه الله تعليمات سامية للتخفيف من تداعيات ضعف التساقطات المطرية، وذلك بوضع برنامج استثنائي استعجالي يهدف إلى حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه ودعم التأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية بغلاف إجمالي قدره 10 مليارات درهم، وينوه بالمجهود الحكومي الذي يروم الحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير الكلاء للماشية ومواكبة القطيع على مستوى الحماية من الأمراض والتلقيح وسقي الأشجار المثمرة وتعويض الفلاحين عن طريق التأمين بما يمثل ثلث مساحة الأراضي المزروعة وبالخصوص المناطق الأكثر ضررا. وبهذا الصدد نود إثارة انتباه الحكومة وبالخصوص وزارة الفلاحة للنشاط الفلاحي بالأقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة الذي يقوم أساسا على الفلاحة السقوية والإنتاج الحيواني الرعوي المتمثل أساسا في تربية الإبل، وتشمل الأراضي المخصصة للفلاحة بالصحراء المغربية مساحات واسعة تتخللها أراضي مخصصة لرعي الإبل وأخرى لإنتاج بعض الخضروات وزراعة الكلى. السيد الوزير المحترم، إن الجفاف وقلة التساقطات بالأقاليم الجنوبية المغربية يعد مسألة بنيوية تتطلب حلولا جذرية لإشكالات الفلاحة بهذه الأقاليم، وقد زاد الطين بلة ارتفاع أسعار المحروقات التي أدت لارتفاع وسائل النقل، ومع بعد المسافة بين جنوب المغرب ووسطه وشماله أصبح من المستحيل أن يحقق المنتوج الفلاحي للأقاليم الجنوبية تنافسية في الأسواق الداخلية، إضافة لارتفاع أثمان العلف التي أثرت بشكل مباشر على أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن العجز الذي يعرفه قطاع إنتاج الحليب. فمن أجل أن تساهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، عليها أن تلائم هذا البرنامج الاستعجالي لدعم برامج التنمية الفلاحية وتحسين الإنتاج بالأقاليم الصحراوية المغربية ومراعاة خصوصياتها. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار المحترم. آخر تعقيب في هذا السؤال الموحد للفريق الحركي، سي عبد الله تفضلوا. رئيس سيد الوزير، في إطار التفاعل مع ردكم نود في الفريق الحركي التأكيد على والاقتراحات ذات الصلة بإكراهات والتحديات ورهانات الموسم الفلاحي الجديد. أولا، نسجل أن بلادنا خرجت من موسم فلاحي صعب بفعل شح التساقطات المطرية واستمرار تداعيات الجائحة على القطاع الفلاحي بقدر ما تشكل التساقطات على التي رفعتها بلادنا مؤخرا مبعد تفاؤل للفلاح والكساب المغربي، إلى أن الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية من بذور وأسمدة وأعلاف أدخلت الفلاح في دائرة الخوف والشك. ثانيا سيد الوزير، لا فلاحة بدون عناية بالفلاح الصغير خاصة الصغير والمتوسط، فالاستعداد الجيد للموسم الفلاحي الجديد يتطلب بالورط مقاربة جيدة تعيد النظر في عمق السياسة الفلاحية من خلال التركيز على الاستثمار في الفلاح عبر دعمه وتمويله وتوجيهه وتأطيره بدل التركيز فقط على الأمن الغذائي مع ما له من أهمية طبعا. وفي هذا الإطار نسجل للأسف غياب رؤية حكومية بإجراءات عملية لدعم الفلاح والكساب في قانون المالية لسنة 2023. ثالثا سيد الوزير، في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الخضر والفواكه والقطن والدواجن وفي ظل إشكاليات الخصاص في مادة الحليب ببلادنا، نطلب الله أننا يكون المطار، وإلا راه الحليب راه المغاربة غادي يشربوه ب 15 درهم في رمضان، وكلامي غادي نقول لكم سيد الوزير راه ترجعوا لي. نتطلع إلى بروة سياسة حكومية للتحكم في الأسعار ونتكلم وتلكم إشكاليات وإكراهات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات فشل مخطط المغرب الأخضر بتكلفته المالية والمائية الهائلة في توفير الحد الأدنى من الكفاء الذاتي والأمن الغذائي ببلادنا، خاصة في الزراعات الاستراتيجية كالحبوب وغيرها بأسعار معقولة تلائم القدرة الشرائية للمواطن المغربي. رابعا سيد الوزير، لا شك أن المناطق القروية والجبلية تشكل مصدرا للثروة الفلاحية والحيوانية والمائية الموجهة للمدن، إلى أنها لا تستفيد من عائداتها، وفي هذا الإطار نؤكد بإلحاح على ضرورة بلورة مخطط تنموي لهذه المناطق وفق منظور يستحضر البعد التنموي بمفهومه الشامل ولا يختزل التنمية القروية في تنمية الفلاح،
وفي الأخير نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنزيل توصيات وخلاصة تقدير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة لمجلسنا حول الأمن الغذائي، وما هي تقييمكم لإجراءات تنزيل أهداف البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف ومدى محاكمة المالية لوصول الدعم لفئات المستهدفة من الفلاحين ومربي الماشية، وما هي مآل هذا البرنامج في السنة الفلاحية الحالية، وما هي استراتيجية الحكومة لإفراز الطبقة المتوسطة الفلاحية كالتزام حكومي، ولماذا لا تقدم الحكومة على إعفاء الفلاحين خاصة الصغار والمتوسطين من ديونهم بدل العمل فقط على جدولتها؟ وشكرا. شكرا للسيد المستشار المحترم. الكلمة الآن السيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير. أنا سيد الرئيس، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، فبدا غير باش نعطي لكم واحد الرقم، يعني هذه السنة إن شاء الله والسنة الماضية كان عندنا 11 مليار ديال الدرهم اللي مشات يعني للقطاع في الاستثمارات وفي الدعم ديال سلاسل الإنتاج وكذلك البرامج الأفقية، زيادة على التدخل ديال هادشي اللي هضرت عليه ديال يعني المباشر. فالقضية ديال الزراعات طبعا احنا في التقنين ديال الأنظمة الزراعية رشتوا بأنه الوسائل اللي عندنا بين يدينا هو أنه ما ندعموش بعض الزراعات، وراه هذا الشيء اللي عملناه هذه السنة هذه، ولكن راه هذوك الزراعات اللي كتكلموا عليهم راه ما عندهمش مساحات كبيرة، يعني بالنسبة للماء ماشي هي اللي كتهدر. دوك الإشكالية اللي عايشين هذا العام ديال الجفاف هي إشكالية خاصة، وهذا الشيء ما يمنعش يعني النقاش بالنسبة للأنظمة ديال الزراعية. الأوضاع المائية عندنا زوج ديال المحاور اللي جد مهمة، هو المتابعة ديال تعميم السقي بالتنقيط، ثانيا هذا الشيء ديال التحلية ديال مياه البحر، وكما شفتوا راه من بعد شفتوا كرحنا في الداخلة وكاين برامج أخرى اللي كتقوم بها وزارة ديال التجهيز واللي غيكون فيها الماء الصالح للشرب، وكذلك يعني السقي كما جات في الكلمة ديال السيد رئيس الحكومة البارحة. الزرع المباشر احنا عملنا سيد المستشار المحترم عملنا واحد التجربة هذه السنة، شرينا البذارات وعطيناهم يعني التعاونيات، يعني بغينا داك الشيء ينتشر، وكذلك درنا واحد الدعم ديال 50% الناس اللي يمكن لهم يشريوا يعني البذارات من لهم، فغادي نزيدوا في هذا البرنامج، والعام الجاي غادي ان شاء الله، لان الهدف ديالنا هو باش نوصلوا مليون ديال الهكتار ان شاء الله من هنا ل 2030. الابل السيد المستشار المحترم، الابل داخل في ذاك العدد ديال 7 قطر، حتى هو داخل يعني كاع حسبت كاع القطع، مي الابل داخل 180 الف حتى 200 الف راس على حساب يعني السنوات. البرنامج الاستثنائي كما قلت 7 مليون ديال الشعير وكذلك الاعلاف المركبه. اللي خصنا نفهموا هو انه الحال طال، يعني سنه وتقريبا احنا ونصف هي ديال الجفاف، هذا هو اللي صعيب. اما التدخل اللي كيكون استعجالي هذا كيكون في 3 شهور، يكون في 4 شهور، في 6 شهور، وكيكون هذا ملي كيكون عندك حتى الفلاح حتى الكساب راه ما يمكنلوش يعيش غير على علف واحد، غير على خصو الربيع، خصو التبان، خصو هذه، ما يمكنش غير. دونك هذا هو الاشكاليه، هو انه طال، ولكن الدوله داك الشيء اللي كاين في الامكانيات راه تعطى. المراجعه ديال هذا الشيء ديال هضرتوا عليه ديال الاثمنه، وهذا احنا المعادله ديالنا طبعا عندنا زوج ديال الهموم. الهم الاول هو الفلاح، خصنا نهبطوا عليه يعني هذا لي شارج وخصو يربح، والهم ديالنا الثاني هو السوق خصها تكون مموله باثمنه اللي يعني قد عليها المستهلك المغربي. دونك راه هذا هو التوازن اللي كنحاولوا نعملوا، يعني كاين المسائل اللي كندخلوا عليه فيها، هذا الشيء ديال الحليب وديال اللحوم راه عرفتوا السيد المستشار المحترم ان شاء الله غادي يكون الحليب ويكون بنفس الاثمنه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا السيد الوزير، شكرا لك. تكون عندكم امكانيه انكم تناولوا الكلمه في إطار الأسئلة المقبلة. إذا نمر الآن إلى السؤال السادس، موضوع التجميع الفلاحي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة لتقديم السؤال. السي الحبيب بن طالب تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، نسألكم السيد الوزير حول أهمية التجميع الفلاحي ببلادنا. شكرا السيد المستشار المحترم، رد السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس،
شكرا سيد الرئيس، سيدة والسادة المستشارون. فالتجميع الفلاحي يعتبر نموذج مبتكر للتنظيم المهني عبر تكتل الفلاحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية في إطار شراكة مربحة بين المجمعين والمجمعين على أساس واحد الأساس لكي يؤطروا القانون 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي. فالمؤشرات ديال الإنجازات في إطار مخطط المغرب الأخضر في هذا الجانب، وعندنا 70 مشروع للتجميع موزعة على 60 مشروع سلاسل الإنتاج النباتي على مساحة ديال 200,000 هكتار، 10 ديال المشاريع سلاسل الإنتاج الحيواني كتهم 130,000 رأس من القطيع بما فيها الإبل، وبلغ عدد كذلك الفلاحين المستفيدين 60,000 فلاح. حجم الاستثمارات المرتقبة لهذه المشاريع هي 14.2 مليار ديال الدرهم. حجم التحفيزات المالية المنوحة من طرف صندوق التنمية الفلاحية 2 مليار ديال الدرهم بالنسبة يعني للفلاحين المجمعين، وواحد القسط صغير ديال المجمعين. ومن أجل تعزيز دور التجميع الفلاحي كتهدف استراتيجية ديال الجيل الأخضر إلى إطلاق واحد الجيل جديد من المشاريع كتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات ديال مختلف سلاسل الإنتاج وكذلك خصوصيات المناطق الترابية، ومشاريع مرتكزة على دمج الشباب والنساء على مستوى سلاسل الإنتاج. وتشجيع انخراط الفلاحين في هذه المشاريع في هذا التجميع الفلاحي تم تعديل النصوص التطبيقية القانون ديال 04-12 لأجل تبسيط مساطر منح إعانة الدولة الخاصة، مراجعة شروط المعايير ديال الأهلية وإدراج إعانة جديدة. وتم كذلك إصدار القانون ديال 21-37 واللي كيتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون الإلزامية المرور على أسواق الجملة. وحددنا لحد الآن 200 مشروع ديال التجميع على مختلف جهات المملكة اللي غادي يكون إن شاء الله يتم التنزيل ديالها. شكرا السيد الوزير. تعقيب الفريق المحترم السي بن طالب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير، متفقين معكم. التجميع الفلاحي آلية مبتكرة في إطار محكمة مبتكرة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بطبيعة الأنظمة العقارية الأراضي الفلاحية، وكذلك تجاوز الإشكاليات المرتبطة بالتسويق والتثمين خصوصا بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يعانون أصلا من فائض الإنتاج. وفعلا فإننا نتمن عاليا مقتضيات القانون 37-21 الذي يسمح بالتسويق المباشر للخضر والفواكه خصوصا بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار التجميع. بكل موضوعية سيد الوزير، تنظيم صغار الفلاحين حول فاعلين خواص مؤهلين أو تنظيمات مهنية مؤهلة والتي توفر على آليات ولوج الأسواق الوطنية والدولية ساهمة إلى حد كبير في تطوير الفلاحة المغربية وفي الرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ومكن صغار الفلاحين من ضمان تسويق وتثمين منتوجاتهم في أحسن الظروف، ويمكنهم كذلك من الاستفادة من التسويقات على الإنتاج وكذلك المدخلات، وكذلك يمكنهم وهذا هو المهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة للتأقلم مع الصعوبات والصمود أمام التحديات خصوصا ديك المرتبطة بالتغييرات المناخية واللي كي تنعرفوا في عدة مناطق بلادنا صبحات في تفاقم مستمر. هنا السي الوزير ندعو إلى تعميم الجميع الفلاحي إلى صغار الفلاحين، وكذلك إلى إدراج باقي سلاسل الإنتاج ضمن جيل جديد من مشاريع الجميع. أجدر الإشارة هنا السي الوزير باش نشكروا فعلا المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وكالة التنمية الفلاحية فيما يتعلق بمواكبة المشاريع ديال الجميع. وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. السيد الوزير رد على التعقيب فيما تبقى من الوقت. فطبعا كما قال السيد المستشار المحترم، التجميع الفلاحي هو شيء جد مهم واللي كينفع اولا الفلاح الصغير. ما يمكنش الفلاح الصغير باش يمشي يصدر واخا كانت عنده يعني الجوده واخا نتاج مزيان الا ما داش على هذا التكتل وهذا التجميع. فالتجربه ديال مخطط المغرب الاخضر خلتنا باش نمشيو لهذا التبسيط ديال المساطير، لان الاشكاليه شنو هي؟ هو كتجي الدوله كطرف ثالث بين المجمع والمجمع باش كتخلي ديك الثقه
ديال التعامل بين المجمع والمجمع، وعطات يعني نتائج مهمه. وانا متفق معك السيد المستشار المحترم بانه خصنا نوسعوا لهذا الشيء لسلاسل اخرى، ولان عندنا سلاسل ناجحه ولكن كاين سلاسل اخرى اللي غادي التجميع يقدر يعطي لها واحد الدفعه مهمه. شكرا السيد الوزير المحترم. نمر الان للسؤال السابع، موضوعه مآل ونتائج الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص. الكلمه لحد السيد المستشار مجموعه الدستور الديمقراطي الاجتماعي لتقديم السؤال. السي عبد الكريم تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، ما هو مآل ونتائج الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص؟ شكرا السيد المستشار المحترم. رد السيد الوزير. المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، كتشكل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة إحدى الرافعات الأساسية المعتمدة من طرف الوزراء من أجل تعبئة الاستثمار. وتنبني هذه العملية على كراء طويل الأمد من 17 حتى 40 سنة حسب طبيعة طبعا المشروع، ويتم إسناد هذه الأراضي عبر طلبات العروض بناء على دفتر تحملات كيخص المعايير محددة. وعلى مستوى الإنجازات فحصيلة جد إيجابية، المساحة المعنية بلغت 814 ألف هكتار موزعة على 1594 مشروع، ضخ استثمارات مهمة كتهم مختلف سلاسل الإنتاج اللي بلغت 15.4 مليار ديال الدرهم، أي بواحد النسبة ديال الإنجاز ديال 85% مقارنة مع الالتزامات ديال الشركاء. إقامة مشاريع فلاحية مستدامة كتساهم بشكل واسع في تطوير القطاع الفلاحي عبر تجهيز حوالي 45 ألف هكتار بنظام الري الموضعي، غرس حوالي 34500 هكتار من الأشجار المثمرة، اقتناء حوالي 34 ألف رأس من الأبقار والأغنام والإبل، تجهيز الضيعات المعنية بالمعدات والآليات الفلاحية، إرساء 132 وحدة حديثة لتثمين المنتوجات الفلاحية. وعلى الصعيد الاجتماعي مكنت هذه المشاريع من خلق 45 ألف فرصة شغل. وبالنسبة لبعض المشاريع المتعطرة لأسباب تقنية بحال ندرة المياه ولا متطلبات السوق، كتقوم وكالة التنمية الفلاحية في إطار اللجنة بين وزارية التقنية بمواكبة الشركاء المعنيين قصد ملائمة المشاريع ديالهم الاستثمارية ومساعدتهم على الإفاء بالالتزامات ديالهم. أما فيما يخص الشركاء الذين لم يؤفوا بالالتزامات ديالهم بدون أسباب موضوعية، كيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، ويتم القيام بمهمات ميدانية دورية من طرف اللجان الجهوية للتتبع، حيث في 2021 كان هناك 80 مهمة تتبع وإصدار 14 إنذار. شكرا السيد الوزير المحترم. تعقيب مجموعه المحترمه. السي عبد الكريم تفضل. السيد الوزير، من الواجب تطوير اللجوء للشراكه بين القطاعين العام والخاص من اجل تعزيز الخدمات والبنيات التحتيه الاقتصاديه والاجتماعيه والاستفاده من القدرات الابتكاريه والتدبيريه والتمويليه التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وذلك من اجل تطوير التنافسيه الاقتصاديه للبلاد وتحسين مستوى عيش المواطنين مع مراعاه توازن جهوي متناغم. السيد الوزير، صراحة لقد اتخذت الحكومة عدة تدابير وإجراءات تحفيزية، نذكر منها الكراء طويل الأمد ما بين 17 و40 سنة حسب طبيعة المشروع للأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون في إطار تعاقدي مع الدولة، بإنجاز مشاريع استثمارية تمكنه من تثمين أفضل للعقار وخلق فرص الشغل بالعالم القروي، إعادة هيكلة صندوق التنمية الفلاحية، الشيء الذي مكن من تعزيز وتنويع تحفيزات والمساعدات الجاري بها العمل وإحداث مساعدات جديدة موجهة لتشجيع الاستثمار، وضع إطار قانوني للتجميع الفلاحي القانون 04-12، إحداث التأمين الفلاحي متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعة الزيتية، وبرنامج الضمان متعدد المخاطر المناخية للأشجار المثمرة بدعم من طرف الدولة. إلا أنه من أجل تطوير وتجويد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نقترح منح فرصة للقاء بين الفاعلين العموميين والخواص المغاربة والأجانب
من أجل تبادل تجاربهم وخبراتهم في إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الآليات والتركيبات المالية الابتكارية في هذا المجال، وذلك عبر عقد مؤتمرات وندوات علمية في هذا الباب. بل إن إنجاح هذه الاستثمارات تقتضي تنويع التمويل البنكي ومعالجة مشاكل المديونية مع القرض الفلاحي. التشريع بإخراج الأقطاب الفلاحية المتبقية والتي تدخل ضمن مخطط وزارتكم إلى أرض الواقع خاصة قطب الغرب. الهاتف السي عبد الكريم إلا كان ممكن عندك في جيبك ولا شي حاجة كيشوش عليك. لا السيد الرئيس. خاصة قطب الغرب، هذا المشروع المهيكل الذي تنتظره ساكنة هذه المنطقة بفرغ الصبر، بالإضافة إلى ذلك تنظيم السوق الفلاحية وضمان توزيع المنتوج وطنيا ومحليا لتجاوز إشكالية التسويق، البحث عن آفاق وأسواق جديدة للإنتاج الوطني. سي الوزير، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص مكنت من تحقيق نتائج محمودة جدا، لكن تواجهها صعوبات من قبيل تعثر الاستثمار في بعض المشاريع التي لم يلتزم أصحابها بالبرنامج الاستثماري، وستطرح أيضا إشكالية الاستعمال الفلاحي للماء الذي أصبح اليوم موضوع نقاش كبير في هذه الظرفية التي بدأت تعرف انتقادات واسعة للفلاحات المستهلكة للماء، حيث يروج أن الوزارة قد تخلت عن دعم بعض الفلاحات. شكرا السي عبد الكريم. الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب فيما تبقى من الوقت، تفضلوا السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون. فطبعا كما جاء في الكلمة السيد المستشار المحترم، فالتجميع طبعا هي واحد الآلية جد مهمة اللي كان يروها في هذه الشراكة، وتقريبا الكثير من هذه الأراضي باش يكون يعني المشروع خاص تكون يعني مشروع ديال التجميع. بالنسبة للأقطاب الفلاحية، اليوم عندنا القطب ديال الجهة ديال الشرق، عندنا مكناس، عندنا أكادير، عندنا بني ملال اللي بداو، وحنا في صدد التحضير باش نوقعوا في مراكش يعني الاتفاقية، وكذلك وقعنا ديال العريش وبقات ديال الغرب، واللي حنا حتى هي ما بقاش بزاف ان شاء الله باش غادي نوقعوا الاتفاقية، وغادي يتم يعني التنزيل ديالها. دابا عندنا تجربة ديال مناطق اخرى، ولكن غادي تكون ان شاء الله في عما قريب. شكرا السيد الوزير المحترم. نمر الى السؤال الثامن، موضوعه وضعيه الموارد البشريه العامله في القطاع. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الاتحاد العام الشغالي المغرب تقديم السؤال. تفضلي استاذه سليمه. السيد الرئيس، عن وضعيه الموارد البشريه نسائلكم السيد الوزير. شكرا السيد المستشار المحترم. رايت السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، سيدات والساده المستشارون المحترمون. فكتوضع الوزارة الموارد البشرية واحد المحور أساسي في تنزيل مختلف استراتيجيات القطاعية اللي كتشرف عليها، حيث ضاعفت المجهود ديالها في التطبيق ديال السليم والأمثل للمقتضيات القانونية لتمكين مواردها البشرية من الاستفادة من كل حقوق الموصى بها في المجال ديال التدبير الإداري، وعملت على تجويد الخدمات والاعتماد على رقمنة كل المساطير الإدارية، ويتم العمل حالا على تنفيذ استراتيجية ترتكز على التوقع والتخطيط الاستراتيجي الهادف إلى تهيئ الأطر القيادية والكفاءات اللازمة لمواكبة تطور مختلف القطاعات، مع إدراج البعد الجهوي في التدبير التوقعي للوظائف، وإعداد برامج منتظمة للتكوين والتكوين المستمر، مما يمكن من تدبير عقلاني في توزيع ديال المناصب المالية اللي كتكون سنويا حسب الحاجيات، وعلى مستوى التكوين كيتم التركيز على التكوينات الأكثر طلبا والتي يتم استخراجها من المخططات المديرية للتكوين المستمر. وأرصت الوزارة واحد التدبير محكم وناجع للوضعيات الإدارية للموظفين بفضل اعتماد نظام معلوماتي مركزي مارين، ويحين باستمرار وتتم تقويته بمنصات إلكترونية موازية للخدمات. فكل موظف ومستخدم في القطاع يوجد في وضعية نظامية محيانة، بالإضافة إلى فتح المجال للجميع لتنمية قدرات ديالهم وإشراكهم في جميع البرامج التنموية للقطاع، ودعم الأعمال الاجتماعية. عندنا ثلاثة ديال المؤسسات ديال الأعمال الاجتماعية، وحدة في الفلاحة هي اللي بدأت الأول، والثانية في الصيد البحري اللي بدينا فيها هذه السنة اللي دازت،
والمياه والغابات اللي حنا كننزلوها حالا، والوزارة كتهتم كذلك بالمشاكل اللي يمكن يعاني بها الموظفين من خلال الاستماع المباشر لهم أو عبر الهيئات ديالهم الممثلة لهم. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق المحترم أستاذ سليمة تفضلي. يأتي السيد الرئيس السيد الوزير عن وضعية الموارد البشرية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في ظل أزمة اقتصادية أرخت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، حيث أدت إلى ارتفاع مهول في الأسعار ونسب التضخم، مما أثر بشكل قوي على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وأنهكها. وفي عز هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فإن الحوار الاجتماعي يظل ضروريا في مختلف القطاعات الفلاحية، وهو أمر كنا ولا نزال نراه سيمكن من وضوح الرؤية لكل من السلطة الحكومية والنقابات المهنية وأرباب العمل بالشكل الذي يجعل من الحوار الجاد والمسؤول ثقافة وقناعة راسخة وآلية ناجحة لفض النزاعات وإنضاج تصورات تنموية وسبل تنزيلها، حتى تساهم الحركة النقابية في مؤسسة الدولة الاجتماعية كما يسبق إليها جلالة الملك نصره الله، وحرصا منا على حماية حقوق الطبقة الشغيلة بالقطاع الفلاحي، حقوق طبقة رجال والنساء ومستخدمين وعمال زراعيين وفلاحين كادحين وصيادين للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. فإننا ندعو السيد الوزير إلى مزيد من التجاوب مع الجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء نقابتنا اتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخاصة الجامعة الوطنية للفلاحة والجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية، والتي ما فتئت تطلب عقد لقاءات واجتماعات معكم ومع بعض المسؤولين بوزارتكم، إلا أنه لم يتم تجاوب مع بعض طلباتهم الرامية إلى دراسة حلول المشاكل المتعلقة بالطبقة الشغيلة، وخاصة مسألة تكوين ومنح التسهيلات النقابية، وكذا دراسة سبل تطوير الحرية النقابية وضمان ممارستها في أحسن الظروف. وفي هذا الإطار ندعو الوزارة إلى التجاوب مع طلبات الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل عقد لقاءات لمواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى تدبير المصايد، مخطط التهيئة الذي يعتمد الراحة البيولوجية التي طال أمدها وأرخت بدلالها على الطبقة العاملة، سواء على مستوى الصيد الساحلي أو الصيد التقليدي أو في أعالي البحار، خاصة إن السياسة التدبيرية المتبعة لم تستطع إلى حد الآن من إخراج القطاع من الأزمات التي يعاني منها، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الشغيلة بسبب الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار المواد الطاقية. شكرا سيدي. شكرا سيدة المستشارة المحترمة. السيد الوزير هل من رد على التعقيب؟ تفضلوا. لا، غير نقول بأن السيدة المستشارة المحترمة أنا جاوبت خصوصا على القضية على الجانب اللي كيهم الموظفين واللي هذا، مي طبعا إشكاليات ديال يعني الموارد البشرية في القطاع حنا مفتوحين يعني الحوار، وتلاقينا يعني مع الممثلين الاجتماعيين، ورحنا غاديين في إطار ديال المقاربة ديال الحكومة في هذا الحوار، وإن شاء الله الحوار القطاعي حنا غادي نفتحوه في هذه السنة هذه ديال 2023 بواحد الطريقة اللي تكون مستمرة. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الآن إلى السؤال التاسع، موضوعه إحداث مشاريع فلاحية لفائدة شباب العالم القروي في الأقاليم الناشئة ذات الطابع القروي إقليم دريوش نموذجا. تفضلوا السيد المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السادة والسيدات المحترمات. السيد الوزير، سؤال حول إحداث مشاريع فلاحية لفائدة الشباب العالم القروي في إقليم الدريوش، وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. رد السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون. فاستراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية كتهدف إلى إحداث جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب، وخلق فرص عمل لفائدة الشباب والنساء في الفلاحة بصفة عامة والخدمات والشبه الفلاحية، استنادا إلى عدة ركائز واللي كتمحور حول أولا تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، مع وضع نظام تحفيزي ملائم وآليات لمواكبة ومواكبة وتطير الشباب،
تنويع آلية التحفيز واللي فيها صندوق التنمية الفلاحية، برنامج الصناعات الغذائية، برنامج الأقطاب الصناعات الفلاحية والغذائية، التجميع الفلاحي، الفلاحة التضامنية، تشجيع المقاولة في التثمين والصناعات الغذائية، تشجيع المقاولة في الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية والخدمات الرقمية المرتبطة بالقطاع الفلاحي عبر نظام تحفيزات خاص، تحسين عرض التكوين والتأهيل المهني من أجل الملائمة ديالو مع متطلبات سوق الشغل. تنزيل هاد الركائز تم مع عدة شركاء عبر إنشاء وتجهيز 12 مركزا جهويا للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية عبر إرساء شباك واحد خاص بالشباب في كل مركز وفي كل جهة، وعندها وإحداث فروع محلية إقليمية وإقليم دريوش فيها واحد الفرع. ويتم حاليا مواكبة الحاملين ديال 1500 مشروع مقاولة، تشجيع خلق تعاونيات مقاولاتية. لحد الآن من السنة الماضية، منذ السنة الماضية خلقنا 2200 تعاونية فلاحية. فيما يخص البرامج والمشاريع في إقليم الدريوش، فعملت الوزارة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر على إنجاز تقريبا 14 مشروع من مشاريع ديال الفلاحة التضامنية واللي كتهم خصوصا الصغار والشباب، وكتهم عدة سلاسل ديال الإنتاج النباتي والحيواني على تقريبا 25,000 هكتار، واللي فيها الزيتون، اللوز، الخروب والنحل. وهذه المشاريع استفد منها 9,500 مستفيد، أغلبية ديالهم من هاد الصغار الفلاحين والشباب. وفي إطار تنزيل ديال استراتيجية الجيل الأخضر، كما كنا هضرنا من اللي كانت ديك الزيارة عندكم في الدريوش، كتستمر هاد المشاريع ديال الفلاحة التضامنية. وفي هاد الإطار كيتم إنجاز عدة مشاريع بحال اللي كاينة في جماعة ديال المطلسة وجماعة ديال عين زهرة، الفائدات تقريبا 1000 مستفيد، ومن ضمنهم 450 شاب وشابة بغلاف مالي ديال 46 مليون ديال الدرهم. ونواصل البرامج ديال التوجيه ديال الشباب عبر المركز الجهوي للشباب الدريوش، حيث يتم حالا تكوين 280 شاب وشابة حاملين ديال أفكار المشاريع. شكرا شكرا السيد الوزير، تجاوزتم الوقت. الكلمة الآن في إطار التعقيب سيوش، نتفضلوا. السيد الوزير المحترم، كنشكرك على هذه التوضيحات. داني تقاق سيوري شويس المزيخ في المزيخ ثقت وريد زي اللغات اللغة العالم. سيدنا الله ينصره محمد السادس وشاشش القيمة من اللغاية، ولكن مع الأسف ترجمة ما كايناش. سيد الرئيس الله يجزيكم بخير، تشوفوا اللي غادي يبقى يترجموا يعني ترجمة لهذه اللغة هذه. راه كي يوذا الموجود دانيتا يوذا الموجود كين الغدانيتا غاية ترجمة الترجمة يحق، ماشي شي حاجة صعيبة الترجمة يحق. سيد الوزير تترزيك هذا غادي تعاون تغير الإقليم. ني الإقليم ني قاسمت إقليم يعني جميع يعني ماني ما تخمذت يعني كين الخصاص بزاف. إقليم كان منسي بكل صراحة، شين دوخا غير امان ذي ساعاتها، شين ماشي سير الجفاف هو، شين غير الجفاف دائم 30 عام، شين ندير الجفاف موانا، شين نخزن من سن الثاني تهقد. ولهذا الله يجزيك بخير يخصك الوزراء النظام، شني والحمد لله قاش ندير حكومه مره يخصك شو يد المعاونه يقلم هقات باش حتى انت ديري زي الاقاليم غا يزوي الراس بزاف. يقلم غارنا 80 كيلومتر دو بحار، ربحار النس يعني ما ريوز ذات قمد ربحار النس واسي سنتوالي واتستيند يعني أحسن الشاطئ يدان ذي جار دريوش ذي الحسيمة، ولكن الشاطئ إخوة وذي حتى شين الحج زعما شين علاش عندي يقال حتى تطورت يعني خطورت النغار الخارج يوزد ما بين ذي الغرب المتوسط قيوزد حتى وين هلمينة إني غرب متوسط يعني قديست شين 40 ديمير زي إقليم الدريوش، ولكن يعني نتوري وين الشاطئ إني يعني قادين يقيم وليس حتى شان الحاجة. ولكن الله يجزيكم بخير أتخمم ماشي غاتيجي ماذا تعاون في الإقليم إني يعني قام الكور
المهم هو من 35 عام الخزنة من دي سارفي يعني و يعني من المهم يتحيني ذي لقلينا أقاث أقاثك شو مالين شينا ميوذا لخي وذانا دي التاسن زي الخارج قاسن ميقلين دروش الأغلب ينيوذا زي زقوينه ذي الخارج زقوينه زي أقاليم دريوش الناظور بركان فهمت ولكن خمي التاسن يوذانا أقاث غار دريوش وارتي في الماني غاكي نسيد الوزير واردين حتى شان الحاج واردين لا لابس مغطية واردين حتى شان مسائل الترفيه ماني غافغني وذان ما كاين والو رخاثار ونقتسم ديني يقارح ماني غنروح الوالدين ماني غنروح خشي وانا ماني غنروح انا حمشي الدور كي نغمشي السبان. شكرا السيد المستشار المحترم شكرا انتهى الوقت شكرا حتى وان لم اكن فهمت ما قلته السي وشن ولكن انا سعيد بان يتردد صدى اللغات الرسمية للبلد داخل هذه القبة الموقرة وأذكرك بأن المادة 9 من القانون التنظيمي للمتعلق بالتنظيم الأمازيغية في مادة 9 تعطي الإمكانية لمجلسي البرلمان للأخذ بالأسباب لترسيم وتنزيل اللغة الأمازيغية ولكن في المادة 31 كتعطي واحد الفسحة زمنية ديال 5 سنوات والمجلس المستشاري خدا المبادرة وخاد بالأسباب وكتذكروا بأنه كانت تجارب ستكون موفقة وسترسم بإذن الله تعالى. شكرا سيد الوزير تفضلوا غترجموا لنا ياك تفضل سيد الوزير. والسيد المستشار المحترم غير خص غادا يشيني قاع المشاريع اللي خص نسيولها مي غير وندوسيغ نخدم باش تنزل. شكرا شكرا شكرا. اذا إلا سمحتوا لي نمر إلى السؤال 10 موضوعه تسويق المنتوج الفلاحي الوطني في الأسواق الوطنية. الكلمة لأحد السادة المستشارين دائما من فريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. شكرا سيد رئيس. تفضل سيد رئيس محمد تفضل. إخواني المستشارين والمستشارات سؤالنا هو حول الآليات الضرورية التي تنوون القيام بها لدعم تسويق المنتوج الوطني في الأسواق الوطنية. شكرا. شكرا سيد رئيس المحترم. أرد سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس سيدة السادة المستشارون المحترمون. فتعتمد مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية الوطنية على 38 أسواق جملة وأسواق أسبوعية وأسواق القرب ولكن كتعرف هذه الأخيرة عدة إشكاليات واختلالات ومنها ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء بعض منها عدم ملائمة الظروف الصحية والنظافة نمط سير غير ملائم تغطية غير متكافئة للتراب الوطني تعدد الوسطاء مما يؤثر سلبا على مدخول المنتج وكذلك رفع الأسعار وترتكز استراتيجيات الجيل الأخضر على تثمين وعصرنة مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ووضعت الحكومة مخطط إصلاح توجيهي طموح للأسواق وتحسين مسالك البيع وتعزيز السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية مع ضمان تغطية متوازنة للتراب الوطني وبنيات تحتية عصرية وطاقة استيعابية ملائمة وكذلك نمط فعال للتسيير وفي هذا الإطار كتهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد واحد السوق في كل جهة أفق 2030 وتم لحد الآن برمجة والشروع في تنزيل 5 ديال الأسواق اللي هي الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش حيث تتميز هاد الأسواق بالمعايير ديال السلامة الصحية وتتبع المسار يعني لا تراسابيليتي وستنتهي الأشغال في الرباط في 2023 إن شاء الله وفي الأسواق الأربعة الأخرى في آخر 24 بداية 25 وثم نبدأ في السلسلة الأخرى باش نكملوا 12 سوق على الصعيد الوطني. فعندنا كذلك تأهيل الأسواق الأسبوعية اللي كنديروها عبر اتفاقيات على الصعيد الإقليمي الأقاليم مع عدة شركاء في إطار المخططات الجهوية والمرتقب باش تكون عصرنا ديال 100 سوق أسبوعي من هنا ل 2030 عصرنة المجازر حتى هو برنامج اللي كنعملوه على الصعيد المحلي والجهوي والهدف هو نوصلوا ل 130 مجزرة على المستوى على يعني اللي هي معتمدة لحد الآن عندنا 13 على الصعيد الوطني فقط ديال المجازر اللي هي معتمدة. ف
فإضافة إلى إنجاز عدة برامج وتدخلات أخرى لتنمية عبر تنمية التجارة الإلكترونية للمنتجات المجالية، إرساء الرمز الجماعي تيغوار دو ماروك بارابور لترويج المنتجات المجالية، إنشاء الأسواق التضامنية والأشكاك التعاونية لتسويق المنتجات المجالية. ولا بد من الإشارة إلى القانون 21/37 اللي هضرنا عليه قبيلة فيما يخص التجميع والحق للمجمعين باش يمشيوا يبيعوا مباشرة دون المرور بأسواق الجملة. شكرا سيد الوزير المحترم. تعقيب الفريق المحترم، تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، اخواني المستشارين الحبيب الكريم، طبيعة الحال السيد الوزير يمكن داكشي اللي غادي نقول يمكن قلت كاع الاول ديالو، بطبيعة الحال كتعرف المنتوج الفلاحي من البداية ديال النقلة حتى المنتوج يلا وصل 50%، 50% هي ديال التجارة. السيد الوزير دابا حنا في المنافسة ديال القطاع على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني، كنطلب من السيد الوزير يدعم القطاع بالنسبة للأسواق، بخصوص يكون مع الجمعيات ديال الفلاحة، لأن الفلاحة اليوم فين كتاكل العصا كيجي للسوق العشرة الصباح ولا الثمانية ما باعش، يخصو يبيع باش ما يكل، لأن ما عندوش فين يحط السلعة ديالو حتى الغدا، يمكن غدا يكون الثمن ولكن ما عنده فين يحط السلعه. كنطلب من السيد الوزير هاد الاسواق اللي قلتي غادي يكونوا دابا 5 الاسواق يكونوا في واحد المستوى اللي مطلوب، يكون الفريغوات، يكون جميع المنتج الفلاحي، يكون حتى التمور راه ضروري خصو السيد الوزير تشاروا ليه باش يكون مع التسويق ديال الفلاحه، لان هو اللي كيعطي دابا اليوم القطاع الفلاحي بالنسبه للتمور وصل حتى واحد المستوى مطلوب، ولكن خصنا تكون عندنا تسويق بخصوص المجهوره تيكون السيمانه تي خمس تي خصو يلوحوا الانسان وكيدير 100 درهم 110 درهم خصو يكون مزيان. والنقطه الثانيه السيد الوزير شارت ليه هو الجامعه الترابيه جبليه اللي طبيعه الحال كتعرفوا من الشهر 5 حتى الشهر 11 كيكون المنتج المنطقه، ولكن كنطلب من السيد الوزير يكونوا الاسواق واحد البلاتفورم، واخا يكون السوق صغير ولكن الناس كيبيعوا داك المنتج ديالهم في السوق يخصو يكون بعدا في واحد المستوى اللي مطلوب، لان دابا كنشوفوا غير بعض المدن اللي فيه كل شيء، ولكن راه عندنا تقريبا 40% ديال الساكنه في جامعه ترابيه جبليه، خصنا نردوا البال على الفلاح يبقى تما، الساكنه تبقى تما، يكون عنده كل شيء في السوق، لان دابا الانسان كاين اللي كيجيب الماكله بالنهار ما بقاش باش يمشي يشري هذاك. والثاني السيد الوزير بالنسبه للقطاع السوق الكبير ديال افريقيا، كنتمنى يكون واحد السوق هذاك الحاله فاش كتمشي الخضره الافريقيه خصو تكون كلشي لهم بلاص في الكرتون، ما بقاش يكون الصندوق ديال العود وديال الميكا، لان داك الشيء اللي غادي يدي الكرتون هو اللي غادي يدي الكامل اللي غادي يرجع لك الصندوق. كنطلب من السيد الوزير يكون كلشي مطبق لامبلاص مزيان باش يشرف المغرب، يشرف القطاع، وكلشي كلشي كيشري الحاجه اللي نقيه اللي زي كما كان علاش يمشيو لبرا. وشكرا السيد الوزير، ما غاديش نطول عليكم، اي جنج ربي الفرقه ان شاء الله صباح ان شاء الله، كل يفرح الجميع، والسلام عليكم. شكرا السيد المستشار المحترم. السؤال 11 موضوعه دعم مهني بقطاع الصيد البحري، تم تاجيله وسحبه من قبل اصحابه، وبالتالي نكون قد استوفينا جدول اعمال هذه الجلسه. شكرا لمساهمتكم، وقبل رفع الجلسه حد سعيد للمنتخب المغربي، رفعت الجلسه.